الأول وأنا حازم محمد، أخوكم حازم محمد. أنا شغال R&D في شركة كون بتاعة إليفيتكس بتاعة أسانسيرات، هي شركة معروفة شوية يعني، هي مقرها مش هنا، هي المقر بتاعها موجود في جنوب أفريقيا وموجود في الإمارات، وليها توكيل هنا عبارة عن بس ناس شغالة ريموتلي من بيتك. أنا شغال R&D فيها، حد عارف شغل R&D بيعمل إيه؟ بيبقى بحث وتطوير، بتطور في المشاكل، وفي نفس الوقت ان انت بتطور في حلول، ايجاد حلول للكلاينت اللي جاي تطلب مثلا اسانسير بنوع معين، خصائص معينه. واشتغلنا كتير قوي هنا في منطقه التجمع الجديده اللي بتتعمل في الصناعيه وفي كذا مكان في 6 اكتوبر، الاماكن الجديده اللي بتبنى والعاصمه الاداريه ليها في توكيل بيتعمل فيها يعني. ده بالنسبه لشغلي. الشغل التاني انا شغال انستراكتور، انا مش جاي تبع اورنج خالص، انا جاي عشان خاطر منزل، وجاي عشان خاطر انا يعني انا حابب ان انا اوصلك معلومه مش هتلاقيها نادرا يعني لما تلاقي حاجه زي كده، لان انت العلم بتاعك هو كريتيكال شويه، العلم بتاعك خاصه علم الهيدروليك كريتيكال شويه، وعلم انت بتاخده في الكليه مش عايز اقول لك، واي حد اي حد هيجي يقول لك بعد ما تخلص الكليه ان شاء الله، او انت دلوقتي طالب يقول لك ليه انت مش عارف في الكليه حاجه ولا هتاخده بره حاجه ثانيه، ده كلام مش صح خالص. هو الفكره بس انك في الكليه بطريقه اللي بيشرحه مش قادر يقول لك ان ده اللي انت هتستخدمه. على سبيل المثال انت لما تيجي خدت في حسابات اللي هي الكالكوليشن بتاعه الجير بومب، انت حافظ قانون فيها صح؟ حافظ قانون في دي ده بيساوي ايه؟ باء على 4 دي او سكوير ناقص دي ناقص سكوير مضروبه في الارتفاع بتاع انت فكرك تتساءل كده، وانا ممكن استخدم القانون ده حرفيا بنستخدمه، بس انت ما بتستخدموش على اي مساله، انت بتستخدمه لو رحت مثلا مصنع ولقيت الجير بومب اللي فيه مكسور او الجير بومب اللي فيها مشكله، فانت عايز تطلب جير بومب ثانيه، هتعمل ايه؟ اوعى تتخيل ان الجير بامب هتلاقي بعد الجير بامب دي بتقعد 10 سنين، اوعى تتخيل ان انت بعد 10 سنين هتلاقي السيريال نمبر بتاعها موجود والكود موجود. انت بتفك البامب كلها، كلامك فني ما بتحتاجش اكتر من البوكليز اللي هو البرامير كاليبر ده. انا عايز البوكليز او بتاعه الجير بامب وتقيس الدي ان وتقيس السمك وتحسب الفي دي. اول ما احسب الفي دي بعد ما جيت حسبت الفي دي خلاص، او زي ما انت سمعت في الفي دي، أول ما تحسبها بتعمل إيه؟ تقف كله، أنت عارف كله الكلوريت؟ حد عارف الكلوريت بيساوي إيه؟ هو عبارة عن الدي دي اللي أنت جبتها في الإن، الإن دي الأر بي إن، الأر بي إن بتاعت إيه؟ المطور. طب أعرف الأر بي إن بتاعت المطور إزاي؟ أروح رايح للمطور إذا كان شغال دي إذا كان شغال مطور عادي، وأعرف أقدر آخد الإيراد عليه، مش ده شغال عادة الأر بي إن بتاعت المطور بتاعت 54 في المصانع كلها. خلي بالك أنا بقول لك أرقام موجودة حقيقية، فأنا أي رقم بقوله أو أي حاجة بقولها أعرف إن هي حقيقية. تمام؟ يبقى ليه في اول ما جيت البامب بتدي ايه الاول؟ الضغط ولا الفلوريت؟ البامب بتدي فلوريت. دي فلوريت ما فيهاش ضغط. هو البامب بتديك فلوريت بناء على الضغط اللي موجود، وده المشروع زي كان فيه عندك نوعين، فيكسد ديسبليسمنت بامب، وعندك النوع الثاني اللي هو الفاريبل ديسبليسمنت بامب. اشهر الانواع اللي موجوده اشهرهم هي الفيكسد، ولكن ده مش زي الفاريبل. الفاريبل احسن 100 مره. طيب انت ليك الفلويد، تروح تحسب الضغط اللي انت محتاجه في الدايره بتاعتك اللي هو البي، زي ما قلت لك بقى لو عندك سلندر، لو عندك مثلا هيدروليك موتور شغال، تحسب معاك الكيو معاك البي، خلاص كده انت مش محتاج حاجه، تروح تطلب المضخه اللي انت عايزها. ها لان انت عارف اصلا هي جيب بامب، ما هي اتكسرت قدامك، او انت عارف ان هي مكسوره. ها فما فيش حد يجي يقول لك ان انت اللي بتاخد كل حاجه واللي بعد كل حاجه ثانيه خالص، لان دي حاجه واحده. بس هو الفكره اللي بيشرح لك المعلومه ممكن ما يكونش كواليفايد ان هو يقول لك ان دي هتستخدمها ازاي، ما انت القانون استخدمته، بس الفكره انت مش عارف انت هتستخدم بوكليز وتحسب الدي او الدي ايفر وبعد كده تحسب الدي، دي مش عندك. فخليني اقول لك على حاجه قبل ما ابدا معاك في الكورس يعني، او الجزء اللي انا اقول لك عليه. انت لما بتخرج من الكليه او لو انت في فتره الكليه بتبقى خارج من الكليه في ماضي بحاجتين، اول حاجه يعني بتبقى عندك بتبقى مغمور بحاجتين. اول حاجه عندك بيبقى عندك معلومات سطحيه كتير جدا، وانا شد خط كده تحت كلمه سطحيه دي مهمه. الكلام ده موجود في مراجع، انا بقول لك ده موجود في علم المراجع. الحاجه الثانيه بتبقى خارج عندك ايجو عالي جدا، انت طبعا كمهندس وطبعا انت شغال كليه هندسه، بتبقى خارج عندك ايجو عالي جدا ان انت فاكر ان انت عارف كل حاجه، ولكن للاسف المعلومه اللي عندك هي بنقول عليها كده ايه، سوبرفيشال انفورميشن، يعني معلومه سطحيه. اشتغل كده ليه؟ لو عرفت بقى تعمل وتشغله مش سطحيه. يعني انا دلوقتي لو جيت سالت حد
لو جيت سألت حد عارف البيرنج؟ مش حد شافه؟ حد اشتغل بره الاول؟ مفيش حد طلع في التدريب؟ طب ايه مين اشتغلت في حد راح مصنع طيب؟ ركبت بيرنج على عمود فرانك. حلو جدا. البيرنج كان ايه؟ جورنال بيرنج. جورنال بيرنج سمعي بقول عليه جورنال بيرنج؟ لا بقول عليه السليكه. سليكه. مين تاني اشتغل احتاج سوق مثلا؟ انا عايز اسال سؤال عشان بناء عليه اقول لك مشاكل ممكن واجهتك في اللي انت اشتغلت فيه. بس مش شرط البلي، اي حاجه، اي مصنع رحت شفت حاجه بعينيك فيه، او مثلا انت رحت كان مصنع ايه حتى؟ ما حدش خالص مجالي؟ أي مجال؟ غزل مسيح. إيه؟ غزل مسيح. غزل مسيح. رحت غزل مسيح كان فيها بمبات. بمس كان فيها هناك ترمبات كده. حتى لو بره كنا احنا رحنا مصنع بمبات. رحت مصنع بمبات. إيه؟ مصنع إيه؟ مصنع بمبات في السويس. مصنع إيه؟ رولر بمبات. مش بيحتكب ترمبات هناك. كانت معظم الشغل على سنتريفيوجال بامب. ماشي. دي هات النوع عشان خاطر الميه والاي بي اي 110 بتاعت ال تمام. مين تاني راح مصنع تاني؟ اي مصنع، اي شركه؟ نفس البامب. ايه سيارات؟ ايه هتكتب ايه في البامب السيارات؟ اكتر بامب موجود في السيارات ايه؟ نوع ايه؟ عندنا هيدروليك، خلي بالك دي هيدروليك. نوع ايه؟ فاهم. عندك معيب موجودة في العربيات، نوع بامبس موجودة في العربيات اللي هو الفان بامب والجير بامب، أكتر اتنين موجودين فان بامب وجير بامب، قول إيه؟ ها؟ حد قال حاجة؟ لا. الأصل اللي أنا عايز أقوله لك إن علم الهيدروليك هو علم موجود في كل المصانع، مفيش مصنع مش هتلاقي فيه هيدروليك. أنا عايز أقول لك إن في السفن كل الحاجات هيدروليك، بس ممكن أقيس سنتريفيوجال بامب، بس عارف دروس سنتريفيوجال بامب إيه؟ ان انا بشد البائع اللي عندي من الخط طويل جدا، فانا بجيب السنتريفيوجال بامب اللي لي مسافه كبيره علشان اخد انا بالجير بامب او البيستون بامب انقل بيه. تمام؟ يعني هي اشتغلت هنا كسبورت، هي مش شغلها الاساسي، هي بس جابت لي البائع لحد عندي. فهو علم الهيدروليك ده علم مهم، وعايز اقول لك اللي بيشتغل في الهيدروليك حرفيا بيتقال عليه ساحر. ليه؟ يعني ممكن نحط تقعد فيه، انا بتكلم بجد، ممكن تقعد فيه شهرين وثلاثة وأربعة، ممكن يجي واحد بس ثلاث دقايق يحل لك المشكلة بتاعتك ويبقى عارف العطل ده موجود فين. فعلم الهيدروليك هو علم كريتيكال قوي ومشهور جدا ومرتباته حلوة جدا. خليني صريح معاك، في نفس الوقت الشغل فيه عايز واحد فاهم مش عايز واحد حافظ. فدي نقطة حابب أقول لك عليها. فانت لما تيجي تخرج من الكليه بتبقى زي ما قلت لك متواجد في حاجتين. اول حاجه عندك معلومات سطحيه. الاول مش حلو في الاول بمعنى ايه؟ طيب مالوش فكره، صنايعي فني ده مطلوب احسن منك. ده مطلوب. خليني طب اقول لك على حاجه، انا شغال معاك دلوقتي، انا هكلمك شويه عن الهيدروليك واخش لك شويه في جزء الاداره اداريات شويه علشان تبقى فاهم. بس بص يا معلم، انت لما تيجي تخرج من الكليه انت مطلوب منك حاجه واحده بس. انت مطلوب منك بنقسم المهندس لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني لما بيجي يتخرج بيكون عنده جزء من التكنيكال انفورميشن، يعني معلومات خاصه بالمجال اللي هو التكنيكال شويه، ان انت فاهم على الاقل هتعمل ايه. بالاضافه ان انت لازم يكون عندك جزء اداري. بمعنى ايه؟ ان انت ما تروحش، ودي بنحطها تحت بند السوفت سكيلز، تروح شركة او تروح مصنع تتعامل مع الفنان بسلوب شوية، ده نفسك طلبت بره مصر. لا اقول لك الاول على الحتة اللي انت عايزها. فانت بتبقى خارج لازم يكون عندك جزء تكنيكال. طب احنا خليني صريح معاك، مفيش كليات في مصر هنا بتعلمك تكنيكال كويس. فانت بتبقى خارج بتبقى مضطر تشتغل على نفسك، فبتلاقي نفسك كلامك صح، تقعد سنة تقريبا قاعد عمال شغال على نفسك. مش عارف تعمل معلومة، عارف معلومة. وانت دورك بقى تبحث عن المعلومه، ازاي التصرف بتاعي مش مهندس عليه ده حقيقه. وانا عايز اقول لك بقى على حاجه، علم الهيدروليك ده بقى بالذات لو انا بتكلم عنه، لو ما اتعلمتش وانت لسه فتره الكليه وخدت معلومات كويسه، لما بتخرج بتبقى تحت كنترول اثنين، المكنه اللي عندك والصنايعي اللي عليها، ان هو شغال عليها من 20 سنه. ماشي. انت لو اتعلمت في الكليه وانت كلها شديده التكنيكال الكفايه اللي كانش يخصها ايه الحل بتاعك؟ حاجه من الاثنين، لو مع حد يكون قريبي او حد زميل او واحد يكون مهندس معيد عندي. خلي بالك الفرق بينك وبين المعيد هو سنين، فرق سنه. ايش معنى المعيد لسه بيشوف نفسه؟ انا هقول لك، ممكن يكون معيد عندك شاطر فتقعد معاه، او انت شغال على نفسك. شغال على نفسك ايه كورسات؟
ونصيحه من اخ في مجال الكورسات بالذات، بلاش تروح تاخد كورس على عمالك، يعني ما تبقاش على الله حكايتك في الادرويد تقول انا هروح اخد كورس هيدروليك، هو مش سهل يا حبيبي، هو مش سهل قاعدك يفهمك هيدروليك. اي كورس تاخده في الدنيا على الاقل تكون رايح وانت مذاكر، انت رايح ناقصك حاجات هتاخدها منه، الحاجات التكنيكال، حاجه مشكله انا عايز احلها، او حاجه مش قادر احط لها تفسير منطقي. اليوتيوب ما خلاش حاجه، مجال هيك اكويبمنت موجود لي سلسله فيديوهات على اليوتيوب، يدني ما خلتش حاجه، وما تاخدش يعني في الاول كورسات بفلوس، خدها في الاول، وبعد كده لو لقيت حاجه قدامك متاحه بفلوس خدها بفلوس عادي مش هتبقى مشكله. بس ما تروحش كورس على عمايك، تقرا قري مقالات عنه، تبقى مذاكره، تبقى واخده في الكليه وتروح تاخد كورس. لكن ما تعملش عكس كده مش هتستفاد حاجه، يبقى معاك شهاده مالهاش اي تأثير لازمه. بالمناسبه انا لما رحت قدمت في الشغل كان معايا ثلاث شهادات هيدروليك. والله والله ما بص عليهم. هو قاعد سالك في كام حاجه في الهيدروليك وخلاص. فدي حطها في ذهنك بس. تمام؟ فانت لما تيجي تتخرج انت بتبقى التكنيكال عندك ضعيف جدا. فانت بتضطر تقعد تحت المكنه بتاع سنه. تبدا تتعلم. بس وقت ما بتتعلم انت بيبقى عندك حاجتين بقى مش عند الفن. عندك معلومه علميه سابقه انت قدرت توصفها في اللي انا بدرسه، وعندك معلومه فنيه انت بتاخدها منه بطريقتك. وانت دورك كمهندس ان انت تعرف تضحك على الفن، خليني اسالك معاك. تضحك على الفن ازاي؟ يا اما تاخده في جيبك عشان بيصور، يا اما تاخده في جيبك، يا اما انت بقى بدماغك واحده واحده تستدرج منه المعلومات. تمام؟ فانت بتبقى خارج عندك الحشه دي. الحاجه الثانيه بيبقى لازم تشتغل في النقطه دي. النقطه دي بنقول عليها الهيومن مانجمنت، ان انت لازم يكون عندك انسانيات. ان انت خلاص بتبقى عليك. فالايجو ما يركبكش وتلاقي نفسك طلعت هنا مره واحده، لازم تمر بالمرحله دي، يكون عندك انسانيات، تعرف تتعامل مع الناس اللي حواليك، تعرف تديهم يعني شويه تعليمات مهمه، لو ما نفذتش التعليمات يبقى انت عندك عقاب، والعقاب دوت بيبقى ليه طرق، فانت لازم تكون فاهم الحته دي، عشان كده في ناس بتاخد كورسات هنا كتير. اول ما بتعدي الحته دي وتجي بعد كده بعد 10 سنين ولا حاجه تلاقي نفسك وصلت كده كده. 10 سنين ده نقطه طب يعني. الحته دي كده انت بتتكلم بقى كونسبشن مانجمنت، بتتكلم في تفكير، او انت عندك الفكره اللي تقدر تقولها، انت ما بتشتغلش بايدك، انت بتبقى زيرو تكنيكال، خلي بالك. وكون ان انت مش زيرو زيرو يعني، بس كون انت تبقى قوي هنا وقوي هنا ده استحاله. استحاله انسان يقدر يبقى قوي هنا وقوي هنا، انت فوق بتدي اوردر. تحت لا. تحت انت بتاخد اوردر من فوق عشان تنفذه. انت فاهم؟ فبيحصل دايما ما بين الاثنين دول كده جاب. ان هو ده عايز حاله وده مش قادر ينفذها. انت متخيل؟ يعني واحد يجي يقول لك في فيلم كان اسمه ايه اللي هو؟ مش عارف ده اللي هو مسك اللي بيجود هتلر. في فيلم هتلر كان مشهور، كان عنده شركه اللي هي بتاعت ار اي اس جلوبال، وار اي اس جلوبال دي استثمرته فيها يعني. ار اي اس جلوبال دي اختصار لحاجه اسمها ريجر انجينيرنج سيرفيس. الشركه بالمناسبه عشان ما نقول ثلاث حروف، اي ثلاث حروف او اي اربع حروف او اي خمس حروف تقولهم في انترفيو لازم يكون عارف معلومه. مش عارف معلومه ما تقولهمش. نصيحه لان هيحرجك. اقول لك يعني ايه ايزو؟ انت عمال حافظ ايزو لينو يعني ايه ايزو؟ ما انا عارف في ناس مش هتبقى حافظها وعارف الكلام ده، بس لو مش عارف الثلاث حروف ما تقولهمش. دي نصيحه ان شاء الله قاعد اصلا على الله حكايته او اللي بيكتب لك على الله حكايته، بس هيحرجك فيه. وانت ممكن لو قلت له اي حاجه انت ماشي من الستاندرد اورجنايزيشن. لو انت مش عارف، لو انت مش عارف الثلاث حروف انا اقدر اقول لك اي حاجه اقولها لك ان شاء الله هقول لك معناها. لو انت مش عارف ما تقولهمش، دي نصيحه برضه. طيب كنت بقول ان هتلر لما جه في الفيلم قال كان طالب، كان عنده شركه بتاعت ادوات طبيه، كان طالب قال لهم انا محتاج واحد اثنين ثلاثه. وهتلر كانت كلمته مسموعه وكان شغال معاه، كان بيتكلم في كلهم جنرال وكده، صحاب اللي هو الناس الفنيين او المهندسين كلهم جنرال دوت. وهو بيقول لهم انا عايز ده. قالوا له احنا قلنا لحضرتك ان احنا عايزينهم ننفذ مثلا حاجه حد عارف انواع الصيانه؟ هيوقع عندنا في النص هنا، بس احنا عايزين ننفذ مثلا الفارسي وانت حضرتك ما وافقتش. تقدم كلهم بره. حصل جاب وحصل مشكله بين الاثنين، ده ممكن يموت بامر من هتلر وهتلر هيخسر. مين اللي بيحل المشكله دي؟ مع تطور العلم الحديث جابوا واحد سموه اسم الاسيت مانجر. الاسيت مانجر ده كل دوره انه يربط ما بين الجاب او يسد الفجوه اللي ما بين المعلم اللي فوق دوت اللي هو الشخص اللي هو صاحب المنشاه وما بين اللي تحت دوت اللي هو التكنيكال اللي هو الفن التكنيكال سبورت او الانجنيرنج او اي حاجه. انت فاهم؟ فهو دور الاسيت مانجر. هكلمك عن الموضوع ده في وسط الشرح. المهم ان انت لما بتخرج، خلينا نرجع للنقطه الاولانيه، ان انت بتبقى عندك حاجتين، الايجو ده احنا عارفينه كلنا طبعا، وانت لسه موجود اصلا الكليه عندك الايجو ما شاء الله بيبقى لابس السقف. الحاجه الثانيه عندك معلومات سطحيه كتير. انت عارف البيرنج وسمعتها كتير جدا بس للاسف ما تعرفش شكلها.
ولو وريتك 50 بيرنج مش هتقول ان دي بيرنج، ممكن اوريك حاجات كده وانت فاكر ان دي مش بيرنج، هي بيرنج. وللاسف انت مش عندك حتى المعلومه معناها في السوق. كلام من اخوات الشباب والبنات برضه، في بنات كتير شاطره جدا 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 فنيه، بقعد افتكر ان انت دخلت ميكانيكا فنيه مع كامل احترامي زيك زي الولد. في المعلومات ما بيفرقش ما بيفرقش ما بين اثنين، بل بالعكس في بعض الشركات بتطلب بنات للشغل وبنات تشتغل في مصنع عادي جدا. الاصل انت لما تيجي تخرج من الكليه على الاقل المعلومه اللي عندك تكون عارف معناها، تكون شفتها. لما تاخد بيرنج وانت عارف ان البيرنج بيعمل ايه، روح سرش على البيرنج وراح سرش على اشكال البيرنج. حد فيكم يعرف يقرا البيرنج؟ ما نعرفش. حد يعرف يقول لي ايه اعطال البيرنج؟ فيلير اناليسيس للبيرنج؟ ما اعرفش. طب لو بيرنج اتكسر اوظفه اجيبه ازاي؟ ما اعرفش. فانت بتتعب في الاول، علشان كده لما بيحط لك مرتب بتلاقي جاب كبير اول مرتب بتلاقي 6 و7، وبعد كده بعد 10 سنين تسمع ان واحد بيقبض 120000 130000، الارقام دي حقيقيه. ليه؟ علشان خاطر انت بتتكلم في 6 و7 انت على الله حكايتك ما تخسرش. الفن اللي عندك الرياليتي بالنسبه له احلى. المرتبات مش وحشه هنا خلي بالك، بس انا بتكلم ان الفني ممكن ياخد زيك لانه عنده المعلومه، وممكن اطردك وما تكونش الفني في اول سنه. لان لو طردتك مش هيحصل حاجه، ليه واحد مكانك لسه فريش جدويتك؟ الفني مش عارف، فاهم؟ عشان كده الفني بيتدمج. لو انت ما عندكش معلومه، لو عندك معلومه هتحطه من اول في جيبك. وبص ما اقولكش، فخلي بالك ان انت وانت فتره الكليه دي احسن فتره تقدر تتعلمها. اي معلومه تاخدها روح سرش عنها. سرش عنها لو انت خلاص خدت القرار انك تشتغل في مجال الهيدروليك، اشتغل على نفسك في الهيدروليك كويس. وعلى فكره احنا سايبين لكم داتا حلوه جدا، الدفعه بتاعتنا والدفعه اللي قبلنا كانت كورونا، هحسب لكم داتا. اذا كان هو تقريبا بيذاكروا هنا بس ده مش فيري، اللي هو الوقت الورق اللي معمول والورق بتاعي، هتلاقي الورق ايه موجود في الدفعه بتاع اللي فات ولا قبلها. فانت احنا سايبين لكم داتا كويسه، فاشتغل على نفسك فيها، وبعد ما نيجي تخلص يبقى خد كورس، ما تاخدش كورس على طول. دي بس انا حبيت اقول لك على نصيحه قبل ما ابدا. يعني خليك في الاول، انا الباشمهندس زياد مش عارف اقول لكم انا اشرح اويل اناليسيس تقريبا صح؟ ولا لكم اشرح ايه؟ ما قلتش اشرح حاجه اصلا؟ كان ذكر حاجه. انا كنت اشرح اويل تمام؟ بس انت اللي اتكلمت اسمك ايه؟ محمد مصر. المهندس محمد قال انا عايز اعرف لو في مشكله او في عطل حصل اعرف اشخص العطل ازاي؟ فخلينا نكود او نسمي اسم ثاني بدل اويل اناليسيس، نسميه الفيلير اناليسيس. خليني اكلمك عن الاعطال اللي هتقابلك في اي مكنه. اي مكنه هيدروليك، اي مكنه في الدنيا. وخلي بالك 90% من الاعطال اللي هتقابلك في الهيدروليك هتقابلك في حاجه ثانيه بقى. وخليني بقول لك على حاجه. اي مرجع بتفتح، في مجال الهيدروليك بتلاقيه كاتب لك كده فوق المرجع على حسب اسم المرجع من 70 ل 80% من المشاكل اللي بتواجهك في الهيدروليك هي ريليتد بالزيت. هي مرتبطه بالزيت. من 70 ل 80%. خلي بالك انت اول حاجه بتروح تدور عليها هي الزيت. الكارثه عندنا في مصر هنا ان احنا ما بنهتمش بالزيت. احنا ممكن زيت مكنه يبقى عندي مكنه شغاله بزيت معين، وخلي بالك الزيت ده ما تاخدش اللي هو مش زيت شطاره وعافيه والكلام ده. احنا بنتكلم في زيت اسمه في جي مثلا 32. فانت لما تشوف في جي 32 يعني ايه؟ مش عارف. طب لما تشوف مثلا زيت بالشكل ده كده يعني ايه؟ مش عارف. فلما الزيت بيجي يخلص من عندك في المكنه بتلاقي الفني اللي يروح جايب زيت تاني ويروح نوع تاني خالص ويروح مكمل بيه، يقول لك انا عندي زيت خلصان ففضي يا باشا واشتغل. دي كارثه. انت مش عارف، انت عارف كارثه ليه الاول؟ اول حاجه هتتدرج عندك انت بتحافظ عليها كانها حتى خدتها الهارت بتاع الدايره وقلب الدايره. ايه البمب لو باظت يا باشا شكرا، البمب بتوصل سعرها 100000 يورو و100000 دولار، واحنا بنتكلم في ارقام. الناس بتترف بسبب حاجه زي دي. فانت يا باشا ركز في الحاجات دي، انا خليك خارج عارف الكلام ده. لا تقلقش، خليك خارج عارف كل الكلام ده. واحده واحده انا ماشيه معاك يعني ستيب باي ستيب كده. فالقصد يا معلم ان انت لازم تكون فاهم الزيت كويس، ولازم تكون عارف مشاكل الزيت، ولازم تكون عارف خصائص الزيت. فانا عشان اتكلم عن الزيت انا هتكلم عن خمس حاجات. بص انا على الهيدروليك فلويد. حد في الاول عارف يعني ايه هيدروليك فلويد؟ او يعني ايه الهيدروليك بصفه عامه؟ دي مهم التعريف ده بقى علم الموائع تمام. طب انا الهيدروليك، كلمه هيدروليك خليني اقولها لك انا، كلمه هيدروليك هو علم نقل القدره عن طريق ازاحه المائع اللي عندك، مش عن طريق دفع المائع. انت عندك حاجه اسمها توب كونفرتر، خدت قدامك ماشين انجن ولا لا؟ خدت حاجه اسمها الاربا
او لو حاجه تعمل مع العربيات في حاجه اسمها القربه. القربه دي شغاله ازاي؟ لو هيدروليك بتعمل ايه؟ انت عندك زي نظام رياش بتعمل سكشن للميه تشفط الميه تروح دافعاها بيبقى في رياش قصادها مفيش كونتاكت ما بينهم. خلي بالك دي موجوده على شفط ودي على شفط تاني خالص. الميه وهي جايه تروح محركه الرياش دي فنقلت القدره عن طريق ايه؟ دفع الماء. اذا ده يا باشا كده مش هيدروليك. ده مش هيدروليك لان هو تم عن دفع الماء مش ازاحه الماء. لازم ادي القدره عن طريق دفع ازاحه الماء. فانا لو جيت في نص الشرح مثلا وقلت لك هل ده يعتبر هيدروليك ولا لا؟ جاوبني. اسال نفسك هل ده ازاحه ماء ولا دفع مائع ولا نقل مائع؟ لو ازاحه خلاص يا باشا هو معاك. تمام؟ فانا اكلمك على هيدروليك فلويد. هقول لك نص الكلام. هنتكلم عن هيدروليك فلويد. عشان اتكلم عن هيدروليك فلويد انا هحتاج اتكلم عن خمس حاجات. اول حاجه هتكلم عنها هي ممكن تبقى باسم السبب برضه. اول حاجه هتكلم عن الفانكشن بتاعت الهيدروليك. تاني حاجه هتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاعت الهيدروليك. واول ما اخلص هديك الاثنين دول هديك بريك صغير كده وممكن ابدا معاك بعدها تاني. انا لازم اخلص الاويل النهارده ليه مش هاجي تاني؟ حطه هنا يعني مثلا. تمام كده؟ بس هسيبها على الله. الحاجه الثانيه الكلاسيفيكيشن بتاعت الهيدروليك فلويد لازم تكون عارف انواع الفلويد اللي عندك كام نوع. الحاجه الثالثه اللي هتكلم عنها هي خصائص الزيت. كلام قد يظهر لكم بالنظري وانا مش هقول لك نظري خالص. انا اي حاجه هقولها لك مرتبطه بمشكله وازاي احل المشكله. يعني انا هخليك كانك دوره في مصنع كده ما تقلقش من الحته دي وحاول تتخيل معايا. فالحاجه الثالثه اللي انا هتكلم عنها الخصائص بتاعت الهيدروليك. الحاجه الرابعه الكونتامينيشن اللي بيقولوا عليها الشواكب اللي ممكن تكون موجوده في الهيدروليك وازاي اكتشف الشواكب دي وازاي احدد هل الشواكب دي اكسبتبل بالنسبه لي ممكن اسيبها ولا لا انا محتاج ان انا اغير زيت. الحاجه الخامسه والاخيره ازاي اعمل اناليس للهيدروليك عن طريق ان انا مثلا اخد عينه وابعتها مثلا لشركه زي شركه ريكس روس تعمل لي اختبار وهتبعت لي اختبار ورقه كده. اول ما الورقه دي بتيجي بتتبعت للمشتريات او الناس اللي بتصدر ورقه بيجي لها ده يروح مديهولك. خد يا باشمهندس اقرا الورقه. ازاي بقى تقرا الورقه وتعرف اذا كان الزيت محتاج يتغير ولا لا؟ انا جايب لك كيس استادي للكلام دوت وان شاء الله نفهم الكلام ده مع بعض. في الاول خليني اكلمك عن الفانكشن بتاعت الهيدروليك. يعني او الهيدروليك فلويد. انا عندي تقريبا بمعادل من خمس لسبع حاجات انا بستفادها من الهيدروليك اللي عندي الهيدروليك فلويد اللي عندي. اول حاجه بقول عليها هيدروليك باور ترانسميشن. اول حاجه انا بستفاد بيها ايه؟ ان هو اللي بيقلل القدره بتاعتي صح ولا لا؟ طيب احنا كده عرفنا معلومه ان هو بينقل القدره. تخيل حضرتك رحت المصنع واشتغلت في مصنع. خلي بالك انا هحل المشكله دلوقتي ركز معايا في المشاكل دي. دخلت مصنع وفي سلندر عارفين المتقاب؟ المتقاب اللي بينزل بيطلع حاجه ويطلع تاني. المتقاب ده بينزل المشوار بتاعه بياخد تقريبا 3 ثواني. وانا متعود ان المتقاب اللي شغال عليه ده بياخد 3 ثواني. جيت في مره من المرات بعد شهرين 3 سنه لقيت المتقاب ده ما بياخدش 3 ثواني. بياخد تقريبا 4 ثواني. ايه اول حاجه انت تفكر فيها؟ اوعى تقول البمب مش شغال. البمب شغاله بتمتح من امبارح ما تهزرش. اذا المشكله مش مشكله البمب. مشكله ايه؟ تشحيل. تشحيل ايه؟ اللي هو ستارت مثلا في علق مش هينزل او لو نزل هينزل كده. هينزل مقطع. فانا عارف المشكله دي. لا انا قلت هو نزل عادي بس خد بعد بدل ما 3 ثواني حصل ديلي ان ريسبونس. نزل في 4 ثواني. ايه المشكله؟ هو الباور بتساوي اف في. الباور بتساوي اف في. المفروض كده البيئه. لا انا هقول لك بقى الحاجه بقى. انا لما اجي اقول لك في مشكله ما تكلمنيش بقوانين. انا فاهم دلوقتي. انا خلي بالك انا هقول لك الاثنين عشان تبقى انت فاهم. بس انا اكلمك الاول ايه المشكله واعمل لها حاجه اسمها ترابل شوتنج. ازاي؟ حل المشكله ازاي؟ اكتشف العطل ازاي؟ ترابل شوتنج يعني علم اكتشاف الاعطال. ازاي اكتشف العطل؟ يا باشا انت لو كان عندك زيت بس والزيت ده بيتضخم السلندر راحت نازله سموثلي والدنيا جميله في 3 ثواني. لو قعدت اكتر من كده انا هقول ان اكيد في حاجه مع الزيت خدت وقت على ما تضغط وبعدين ضغطت الزيت فخدت الثانيه. ايه الحاجه؟ برنس الهواء. هو اللي ممكن يكون موجود مع الزيت. فلو في هواء مع الزيت في مشكله ان الهواء بيتضغط الاول والهواء لو اتضغط يعمل لي حاجه اسمها بومنج اب بينفجر ولما ينفجر ممكن يعمل لي كارثه. ايه الكارثه؟ ان يعمل لي نقر او نحر او بيعمل تآكل في اجزاء البامب اللي عندك او في اجزاء السلندر نفسها. فالسلندر بعد كده هتعوز تتغير. اذا انا اول حاجه ترابل شوتنج على فكره ان انت اول ما لقيت لا ده حصل ديلي ريسبونس حصل تاخير بدل ما تعمل 3 ثواني دخلت 4 ثواني دي مشكله هواء. اروح اسرش بقى وابحث هو الهواء ممكن يجي منين.
مش هسرش بره، انا قدام المكنه اشوف الهوا ممكن يخش لي منين في المكنه. هقول لك على الكلام ده، اي سؤال انت هتبقى عايز تسويه انا هتعرف اجابته واحده واحده. فانا هعرف مشكله الهوا دي جت منين. خلي بالك ان هو كارثه وجوده في قلب النظام بتاعي كارثه. الزيت ما بيحبش شريك معاه ابدا، ولا تقول لي هوا ولا تقول لي ميه ولا تقول لي حاجه ثانيه خالص، هو الزيت بس. الزيت ده لو دخل معاه هوا، الهوا ده لما اجي اضغط هيتضخ فدرجه حراره هيحصل انفجار، فلما يحصل انفجار درجه الحراره تزيد، وانت عارف لو درجه الحراره زادت هيحصل لي حاجه اسمها كابتيشن. لان الحاجه دلوقتي مش قادر تفهم يعني كابتيشن. عارفينه؟ خلاص مش عارف. طيب يحصل حاجه اسمها كابتيشن، بلاش انا اكلمك عنه الكابتيشن ده. بس عادي على مثلا في انواع من الزيت مع ميه. ده انا جاي لك في كلام. فانت دلوقتي اول ما الزيت يتضخ ما يحبش هوا. طب لو في هوا دي كارثه. دي كارثه لما في هوا. فعشان كده حصل ديلي في الريسبونس. فانت من خلال انك فهمت الفانكشن بتاعت الزيت اللي هو العامل الوحيد المسؤول عن نقل القدره عن طريق الازاحه هو الزيت، ما ينفعش تدخل لي هوا، ما ينفعش تدخل لي ميه وشد تحت الميه برضه 100 خط. اتفقنا في الحته دي؟ ادي اول فانكشن بالنسبه لنا، ودايما نعمل ترابل شوت لمشكله ممكن تقابلنا، دي مشكله بتحصل كتير جدا. وهقول لك تتحل ازاي؟ الحاجه الثانيه بتاعت الزيت، بص احنا ممكن الحاجه الثانيه بالنسبه للزيت ان هو بيعمل لك ايه؟ عندك مشاكل كالوبريكيشن. انت عندك في اجزاء بتتحرك، سواء كان البامب، سواء كان سلندر بيتحرك، سواء كان اي جزء في الدايره بيتحرك، هو بيحتك ببعض. وخلي بالك اي بامب عندك الخلوص فيها بتوصل بالمايكرو. اوعى تفتكر الخلوص بالملي ولا بالسنت، خلوص بالمايكرو. انت متخيل خلوص بالمايكرو لو دخلت مش عارف اقول ايه، لو دخلت حته شائبه ذره من ذرات الهواء كده دخلت جوه تكسر البامب اللي عندي، ومضطر ان انا افكها واشوف المشكله فين، لان هي بتقف بتقفش فعلا، خاصه لو بامب دي كارثه. البامب لو الريش بتاعتها اتكسرت كلها بتترمي وتتغير، انت متخيل؟ فانا لازم احافظ عليه. فتعال في اللوبريكيشن، ايه لازمه الزيت؟ والله يا باشا بيعمل لي لوبريكيشن. اللوبريكيشن يعني بيزيد الاجزاء المتحركه دي عن طريق ايه؟ ان هو بيخش، شفت انت في المايكرو ده بيعمل حاجه اسمها سيت فيلم. عارف يعني ايه سيت فيلم؟ يعني طبقه سميكه جدا ما بتتشافش بالعين المجرده، هي تتشاف كملمس بس. حد عارف المايكرو قد ايه الاول؟ 10 سنتيمتر. لا لا لا، لو قلنا بقى احنا بنتكلم كام متر دلوقتي؟ وانا عارف 10 سنتيمتر 6 بالمتر، بس هو قد ايه؟ انت لو قلت لي قد ايه انت مش عارف ان ده سنتيمتر وقطعته يا عم ماشي. انت عارف انت لو مسكت الموبايل مثلا بالشكل ده كده ورحت عارف كده بتلاقي بصمه، ده ومايكرو، سمك البصمه هو ده ومايكرو. انا بتكلم بجد. فموجوده في المراجع كده، والفنجر برنت بتاع لو انت حاطط ايدك على اي حاجه، لو المايكرو حاجه صغيره فما تهزرش، لازم الستيتمنت مش شويه. فتعالى نتكلم على الابلكيشن. لو انا جيت في مره لقيت انا السيستم عندي شغال والدنيا جميله ومفيش اي مشكله. جيت وانا ماشي جنب السيستم اللي عندي لقيت في درجه حراره عاليه، التمبريتشر سنسور اللي متركب قرا لك درجه حراره عاليه. انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ ربط شوتي اعرف ايه خلى درجه الحراره تقل. الزيت عندي مكتوب لي في النقط في الكتالوج ان هو بيشتغل من مثلا من 25 او من 20 لحد 60 درجه مئويه، دي اقصى حاجه. لو لقيت درجه الحراره عليت ايه اللي يحصل؟ او ايه اللي انا اعمله؟ اعمل كشف اعطال اشوف المشكله جت لي منين. فانا اقعد افكر اشوف المشكله جت لي منين. هتقول لي والله خلي بالك بقى ان لو زاد درجه حرارته عليت اللزوجه بتاعته بيحصل لها ايه؟ بتقل. لو اللزوجه زادت اللزوجه قلت، هل هيقدر لو درجه حلت درجه عالية اللزوجه قلت، هل هيقدر يزيد الاجزاء اللي عندك؟ مش هيقدر. فين يحصل اجزاء؟ هتحتك. فلما تحتك خلي بالك انا بحكي يعني الاجزاء اللي عندي حديد ستيل او صلب او اي حاجه، نظر الاحتكاك الكبير اللي بيحصل بينها حراره ممكن يحصل ويلدنج. يحصل ويلدنج الاجزاء اللي عندي تلتحم في بعضها، وده اكتر المشاكل اللي بلاقيها في الجير بامب. ان انت بعد ما تفك جير بامب تلاقي الترسين عشقوا بعض لحموا. انت فاهم يعني ايه لحمه؟ يعني درجه الحراره وصلت لحد 60 و70 و80 وعلت عن كده ممكن توصل لحد 120 كمان. فدي كارثه. خلي بالك في النقطه دي. طيب اذا انا كده حددت العطل، اروح اعرف بقى درجه الحراره عليت منين؟ طيب خش على الحاجه الثالثه، هقول لك عليت منين دلوقتي الحاجه الثالثه. او ازاي احدد العطل كمان؟ الحاجه الثالثه هي الكولينج. انا بستخدم الزيت عندي كمبرد. اي زيت عندي واقول لك الخصائص بتاعته اللي بيضاف ليه حاجه اسمها كولينج انهبيتورز. يعني ايه؟ يعني مواد بتساعد الزيت على انه يبرد الاجزاء اللي عنده. ممكن المواد دي تقل بمرور الزمن، يبقى الزيت بنقول عليه فقد قدرته على التبريد، هو ما بقاش قادر يبرد. فلما بقاش قادر يبرد خلاص
خلاص ازاي كده درجه الحراره عندك هتعلى. تخيل بقى معايا انت جاي ماشي لقيت درجه حراره النظام عندك السيستم عندك درجه حرارته عاليه، احل بقى المشكله ازاي؟ ده بقى فيلر اناليسيس اللي انت عايزها. اخش على ايه؟ اكتشف اصلا العطل عندي فين وايه الخطوات اللي هنمشيها مع بعض. ازاي احدد المشكله بتاعه درجه الحراره عاليه ازاي واكتشف اصلا درجه الحراره عاليه ازاي؟ اول حاجه بعملها بروح اشيك على التمبريتشر سنسور. اي دايت هيدروليك عندي بيبقى متركب عليها تمبريتشر سنسور حساس بيقيس درجه الحراره. فاول حاجه اروح ابص عليها الحساس. اول ما ابص على الحساس خلي بالك الحساس نفسه ممكن يكون هو اللي فيه مشكله، صح ولا لا؟ فانا اعمل ايه؟ بنروح جايبين حاجه اسمها هيت جن. حد عارف هيت جن؟ بيبقى ليزر كده واروح مصدره. خلي بالك الليزر ده مهم جدا، رخيص مش غالي، بيوصل بحاجه حد تقريبا 500 جنيه ولا حاجه، هو مش غالي. بروح ماسك الليزر ماسك الليزر مسطره على الغرب هنا كده مثلا، واروح قايس درجه الحراره. يقول والله درجه الحراره بكذا، انت متخيل؟ فلو لقيت درجه الحراره اللي عندي كومباتبل متوافقه مع درجه الحراره بتاعت ريت البشر سنسور، خلاص يا باشا البشر سنسور شغال. خش الخطوه الثانيه، خلي بالك اول حاجه تشكيت عليها ايه؟ اول حاجه التمبريتشر سنسور. خش على الحته الثانيه، ايه الحته الثانيه؟ او ايه ثاني حاجه اروح اشوفها؟ لو انت عندك هيت اكسشينجر في قلب الدايره مبادل حراري، ركز معايا في حته عشان مهمه، عشان دي هتديك ترانسفير. لو عندك مبادل حراري روح بص على المبادل الحراري، شوفه بيأدي وظيفته ولا لا؟ بيأدي وظيفته ازاي؟ هو ايه دور المبادل الحراري؟ ان يسحب شويه من درجات الحراره، سواء كان شغال بالهواء او سواء كان شغال بالماء او سواء كان شغال بالزيت نفسه. انت فاهم الحته دي؟ فانا بروح ابص على المبادل الحراري اللي هو بالنسبه لي هيت اكسشينجر. ابص عليه ازاي؟ اعمل ايه يعني؟ قال لي والله بنحسب درجه الحراره قبل دخول، وبنحسب درجه الحراره بعد اول ما يجي يخرج، واحسب الدلتا تي ما بينهم. ده لو انا رايح مصنع مش احسن حاجه، ومش مصنع من المصانع زي اكس اوس وباركر والكلام ده، او مصنع من المصانع اللي ليها ويت في السوق، بتلاقي الكلام ده انت بتضطر تعمل الكلام ده. لو مصنع محترم هو اصلا بيبقى حاطط لك تمبريتشر سنسور عند الداخل والخارج، بيحسب لك علامه الكنترول الدلتا تي بكام. ما بتحتاجش تعمل ده. انت متخيل؟ فانا دخلت دلوقتي احسب التي ان واحسب التي اوت واجيب الدلتا تي منه اللي هي عباره عن ايه؟ تي اوت ناقص تي ان او تي ان ناقص تي اوت. طب وبعدين حسبت الاثنين زي ترانسفير، خلي بالك حسبت الاثنين ايش استفدت انا من اللي انا عملته؟ قال لا اصبر، هو الهيت اكسشينجر ده انت جايبه عشان يبرد لك درجه الحراره لحد قد ايه؟ ستاندرد درجه الحراره بتقل من اول من 7 درجات مئويه لحد 14 درجه مئويه، قد تزيد عن كده في حالات خاصه، فالافضل انك تروح تبص على الكتالوج بتاع الهيت اكسشينجر اللي عندك، شوف بيقلل لك درجه الحراره لحد كام؟ بس الستاندرد من 7 ل 14، طب لو برد اكتر من كده، يعني الدلتا دي كانت اكتر من كده، ده معناه انه برد قوي، صح ولا لا؟ برد قوي، اول حاجه اشك فيها ايه؟ مش المبادل، هو المبادل مش هيديك قدره اكبر من قدرته، ما تهزرش. انا اشك في الزيت، ان الزيت بدل ما هو كان ماشي طبيعي كده، لا ده انا لقيت الزيت مش كده. بيرجع تاني. انت متخيل؟ لا مش بيرجع في نفس المسار بتاعه، انا عشان يعني جيت كده وكده. ماشي بالراحه. ماشي كده بس ماشي بالراحه. بالراحه. ده هو ولا ايه؟ فكون ان هو ماشي بالراحه دي، يعني ايه؟ النسوجه عاليه. جدع، النسوجه بتاعته عاليه جدا. فبطأ، فمش قادر، فدرجه الحراره قلت. طب هو درجه الحراره يعني عادي لما تقل؟ طب ما دي حاجه حلوه، احنا مش عايزين درجه الحراره تزيد. لا في كلام لسه هتحصل، هقول لك عليها كمان دقيقتين. طيب لو كانت دلتا تي اقل من كده، ده ما انا ما لحقش يبرد، انا عندي مشكله في حاجتين، لا اما نزوجه الزيت كويسه، لا اما كويسه ومفيش حاجه والعيب في الهيت اكسشينجر، لا اما الهيت اكسشينجر كويس بس النزوجه هي اللي قليله فجري. شفت انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل شرط للمشكله اللي عندك. انت اللي احنا بنسميه في علم المينتنس مانجمنت بنقول عليه ار سي ام روت كوزز مينتنس او ار سي ايه. خلينا نقول ار سي ايه اللي هي روت كوزز اناليسيس. انت بتشوف المشكله هي جايه منين وتحلها. خلي بالك انا مفيش مشكله اصلا لو سبت السيستم شغال مش هيحصل اي مشكله، خلي بالك هيقعد معاك سنه سنتين، بس هو فتره عمره المفترض 6 سنين 10 سنين، انت قعدت سنه سنتين محدش هيسالك، خلي بالك بس هو ده اللي بيفرق معاك في السنه لما تيجي تتخرج. فانا ده انا كده بحل المشكله من جذرها. تعالى بقى نرجع تاني، لو الدلتا تي بتاعتك كانت قليله ده معناه ان مفيش ورا. افكر في حاجتين، اما المشكله في الهيت اكسشينجر اللي عندي، او المشكله عندي في دايره التبريد نفسها في الزيت نفسه. اعمل ايه؟
هروح واخد عينه من الزيت وابعتها المعمل يعمل لي تحليل لزوم. خلي بالك في طريقتين احلل بيهم وبقولهم في الاخر، وانا يمكن قايل في اناليسيس في الاخر. في طريقه بلدي انا بقدر احلل في المصنع عندي وفي معامل في المصانع، او الطريقه ان انا ابعتها لشركه بتحلل الزيت. من اشهر الشركات اللي بتحلل الزيت ريكسروس، وفي ياسر فهمي بيحلل الزيت، لو حد يسمع ياسر فهمي بيحلل الزيت برضه، وفي مقاولين عرب بتحلل الزيت. دول اشهر ثلاث شركات في مصر بيستخدموا في تحليل الزيت، وبيستخدموا برضه في الحاجات الخاصه بالبمب، اختبار للبمب وكلام زي ده. تمام؟ فانا دلوقتي هنفترض هقول في الاخر ان انا هشرحه باستفاضه، اخر حاجه بقى رقم خمسه لسه قايلها هي الزيت. هو ايه شركات ناجحه؟ في ياسر فهمي، في المقاولين العرب، في ريكسروس، اشهرهم طبعا ريكسروس، بالظبط. اغلب روبوتات العالم هي ريكسروس، شركه المانيه. تمام؟ فتعالى واحده واحده، درجه الحراره ايه؟ هنفترض ان الهيت اكسشنجر، لان ده مش انا بتكلم عن كولينج دلوقتي، الهيت اكسشنجر شغال تمام. اعمل ايه؟ اخد الزيت اشوف له زبطه. طب لو لزوجة الزيت طلعت هي كمان تمام، خلي بالك لو لزوجة فيها مشكلة اكتشف على طول ان الدايرة عندي ان الزيت فقد خاصة تبريد، لسه من شوية اللي هو اصلا مقولة في الخصائص، لما فقد خاصة تبريد اعمل ايه؟ هيترمي ويتغير. هجيب زيت مكانه جديد، ده كله هيتبطى وهيتغير. طب افرض اللزوجة كانت تمام؟ هشك في ايه بقى؟ ما هي اللزوجة تمام، والليت سيرجر تمام. ايه اللي اشك فيه؟ ان خلى مقاومات الدايرة درجة الحرارة ترتفع عندي. يحصل تسريب. لو حصل تسريب الزيت عندك تمام بس قل في الدايره، فلما يحصل تسريب عندك اعرف على طول ان باشا ارفع درجه الحراره. اكتر مكان بيحصل فيه تسريب، اول ما تكتشف ان فيه تسريب اول حاجه تدور عليها البريشر ريليف فالف. انت مش قلت تاخد البريشر ريليف فالف؟ اول حاجه تدور عليها هو ده، لانه كارثه. كارثه ان البريشر ريليف فالف يعطل. لو حصل مشكله في الدايره عندك البمبه تتكسر، هو وسيله الحمايه، هو التشيك فالف اللي عليه. والتشيك فالف ده حاجه بنهزر بيها، لكن الاساسي بالنسبه لي هو البريشر ريليف فالف. تمام؟ انا كده عملت ايه؟ ترابل شوت. فهمت لو في عيب ممكن اروح اشوفه ازاي؟ لا عشان هقول لك المشاكل هتحل كمان ازاي. ده بالنسبه لتاني حاجه او تالت حاجه، الحاجه الرابعه عشان ما ابقاش بالترتيب. سؤال يا باشمهندس، هو مش بيبقى في دايما اعدادات ضغط قبل البمب؟ اه مظبوط. ما هو لو حصل مشكله عند البمب او كده او في البريشر ريليف فالف، لو فلتر مثلا اتسد هتلاقي ان البريشر زاد مره واحده، لان الفلتر دوت بيقلل البريشر. كلام صح، بس ده لو انا جاي فني قاعد عليك مش هتفرق معاك زاد ولا ايه؟ اول ما الاقي زاد رجع يحصل بامب، الكلام ده يحصل دقيقه. انت متخيل؟ هو بقى مفيش عدادات بس، انا في كنترول عندي. في كنترول بقول لو البريشر ليه فالف اتقل، ما هو ده ميزه الكنترول، هو العقل بتاعك. لو البريشر ليه فالف الضغط عليه زاد عن اللازم لفتره زمنيه كبيره، ابعت اشاره للبامب خليها تفصل. ده لو فيكس، لو فيكس ديسبليسمنت بامب. اما لو فاريبل هي مش محتاجه ده، انا بشتغل على قد الحمل اللي عندي. انت محتاج ضغط مقداره 100 بار هطلع لك ال 100، طب الضغط قال لي محتاج 80 هطلع لك ال 80. انت فاهم؟ فعشان كده مش بحتاج الاول بريشر ليه بار في حته الفاريبل ديسبليسمنت. الحاجه الثالثه اللي هنتكلم عنها هي الكليننج. هو الزيت بينظف، الزيت بينظف. مش انا لسه قايل بيبقى في شوائب، هنتكلم عنها كمان شويه. لو في شوائب الزيت يعمل ايه؟ قال لك بنحط احنا بقى شويه مواد على الزيت اللي عندي. المواد اللي بتتحط دي ليها قدره عاليه، عامل زي الصابون كده، ليها قدره عاليه ان اي شائبه عندي في الدايره تروح محوطاها وتروح مخرجاها لحد ما تروح للفلتر اللي عندي. والفلتر والزيت يعدي والفلتر هو اللي يمسك يصطاد ام الشوائب دي كلها. خلي بالك الفلتر ما بياكلش 100%، فهو بيسهال شويه على انه يشيل الشوائب. انت متخيل؟ اذا الزيت اللي عندي بحط فيه شويه مواد تاخد الشوائب دي وتروح راحة عند الفلتر، فلتر ينقيها والزيت يعدي. طب لو لقيت الشوائب عددها زاد، اذا انا افكر في ايه؟ يعني انا جيت في دايره عندي خلاص ما قداميش حاجه غير ان انا افك البمب. فكيت البمب لقيت البمب اللي عندي كانت متكسره. اعرف ان ده سبب ايه؟ الفلتر. شوائب. اول ما الاقي شوائب اروح اجيب بمب كده؟ يعني المشكله مش مشكله بمب يا ابني. انت كده حليت المشكله لحظيه ان انت جبت بمب جديد، لكن انا ما حلتش بالمبدا ده. الروت كوز اناليسيس، انا ما شفتش حل قياسي. يبقى انا لازم اعرف اصلا الشوائب دي جت منين. طب ممكن اصلا يكون عيب فلتر، فالفلتر الى حد ما انسى، لان لو انسى خالص انا هعرف من قبلها اصلا. او ممكن يكون الزيت اتملى شوائب، فانت محتاج تغير زيت قبل ما تجيب بامب جديده اصلا. انت متخيل معايا؟ فدي حته مهمه جدا. ده بالنسبه للكليننج. وخلي بالك لو الزيت اللي عندك مش نظيف، ده معناه ان هو بيفقد خواص كتيره قوي، ولو فقد الخواص الكتيره قوي ده بيتحول لميه حرفيا. اللزوجه بتاعته بتقل جدا. ها
الحاجه اللي بعدها مؤمن دفعتكم تقريبا اكبر منكم اكبر منكم اكبر منكم تقريبا. الحاجه اللي بعدها هو السيري الشباب هقولها دلوقتي. الشباب ليها مصدرين هقولها دلوقتي وتجي اول شويه. الشباب ليها مصدرين تخش منهم. وخلي بالك الشباب اكتر من كذا حاجه. هو الشباب اللي بنتكلم عنها هل هي ميه ليكويد؟ انا اقول ليكويد فاكر معاك في الحته دي عشان لسه قاعدين في الميه دلوقتي. هل الشباب اللي عندي ليكويد ولا هل هي جاسس غازات ولا هي سوليد؟ ما ده كله بالنسبه لي شوائب. لو كانت سوليد بتخش لي منين؟ مش انا لسه قايل الاجزاء في البامب هي بالمايكرو؟ هو انت ضامن ان لما مثلا لو احنا هنتكلم عن بامب بامب وتيجي بتلف كده بتمسح اللي هي الريشه بتاعتك اللي بنقول عليها اللقمه وهي بتيجي تمسح كده انت ضامن ان هي مش هتحتك؟ انا بقول لك بالمايكرو يا عم هي اكيد هتحتك بس ده احتكاك مقبول بالنسبه لي في وقت بيبقى الاحتكاك مقبول. هو هي بتحتك كده قطع جزء من المعده. المعده لو حطيته تحت الميكروسكوب ما بقولوش كده خالص. انا بلاقيه كده يمكن انت خدت فيه قلب مش عارف ايه الميتالورجي انت بدك في الميتالورجي صح كده. فانت خدت المعده بيبقى شكله كده. فانت وانت بتمسح بتروح قاطع دي في شوائب بالنسبه لي بس في شوائب معقوله كده مش عشان كمان شويه. الحاجه الثانيه ممكن يكون ميه. الميه دخلت منين؟ في تانك مش انت خدت تانك الهيدروليك؟ تانك الهيدروليك ده المفترض يبقى حجمه قد ايه؟ ده سؤال كده في الامتحان. استاذ محمد دكتور محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي لك اه من 3 ل 4 اضعاف. يعني انت مثلا اللي عندك 100 لتر انت محتاج تقريبا 400 لتر او 450 او 300 لتر. فانت تخيل بقى والتانك ده بقى موجود عليه حاجه اسمها اير بريسر حاجه كده بتدخل هوا عشان تعادل الضغط جوه. الاير بريسر ده مش داخل فيه هوا؟ لا هو اللي داخل ده بيبقى محمد بخار ميه فدخل ميه. انا ما عنديش مشكله اخش بخار ميه بس المشكله لما تتكسر لما تتكسر اصبح في ميه في الدار. خد الكنسر خد الكنسر. في فنيين هو على الله حكايته يروح بدل يروح فاكك الاير بريسر ده كده بكلم بجد ويحط ميه. ده بجد والله دي اكتر المشاكل بتحصل. ففي ميه دخلت في السيستم. طب لو هوا خلاص ما انت اصلا الاير بريسر ده بيدخل هوا دخل هوا اكتر من اللازم. طب لو حصل مثلا عندك اي مشكله ما دخل من خلالها هوا تسريب في اي حته دخل هوا من خلالها كده كده هيخش. هتكلم عن ده كمان شويه. الحاجه اللي عليها دول هي السيلينج. حد عارف يعني ايه سيلينج؟ اه بصوا ده السيلينج ايوه بقول عليه اسم موانع التسليم. مانع التسليم انت حتى لما تيجي تشتري حاجه الحاجات اللي هي الجلبه اللي معلقه ده عباره عن اوكسيد. معلش ياسر عبد الله عليه اوكسيد بقول لك اوكسيد بالنسبه له بالنسبه لنا احنا اسمه كويس اوكسيد اوكسيد. السيلينج ده يعني موانع تسليم. مش انا لسه قايل لك برضه ان الخلصات اللي موجوده في البامب هي عباره عن اجزاء بالمايكرو صح ولا لا؟ الزيت بيبقى ليه قدره من ضمن برضو الحاجات اللي انا بحطها على الزيوت ان انا بخلي دي قدره ان يجي عند الجزء اللي فيه الخلوص ده ويقعد فيه. يقعد فيه يعني بيكون سيل فيلم صغيره. فما يخليش الزيت يعني لو في زيت جاي ما يخلوش يهرب من خلاله وانا قاعد مكاني ومش هتحرك. فانا اشتغلت كمانع ايه؟ تسريب. ما خليش الزيت يتصرف. خد بقى الحته اللي جايه لو حصل تسريب حد عارف يعني لو دلوقتي الخروج زاد مش هقول لك زاد ثلاث امثال ولا اربع امثال لو زاد للضعف بس هيحصل باك فلو. حد عارف كميه التسريب اللي هتحصل تبقى قد ايه؟ هيحصل باك فلو. هيحصل باك فلو دلوقتي مش باك فلو هيحصل ولا حاجه. انا بقول حصل تسريب. انت عندك خروج بالمايكرو. لو انا قلت لك المايكرو ده بقى 2 مايكرو يعني زاد للضعف بس. انت فاهم يعني ايه المايكرو 2 مايكرو؟ ما عنديش ادنى مشكله انت مش شايفه اصلا بس حد عارف كميه الفلوريد اللي هتتسرب تبقى قد ايه؟ الضعف مثلا. في قانون بيقول لك ايه؟ ان الليكج فيو ليكج او كميه الفلو اللي بتتسرب بيزيد باي على 12 في دي على ال في سيتا عين على الميو في الدلتا ميو. يعني يعني انت كليرنس دي السي دي اي كليرنس. لو الكليرنس زاد بمقدار الضعف كميه الفلوريت اللي هتتسرب كم؟ 8 امثال. انا بتناسب طردي مش مع ده ولا مع ده تربيع ده مع ده تكعيب. يعني انت دلوقتي لو كنت بتسرب 2 لتر بس اصبحت بتسرب 8 لتر. انت فاهم يعني ايه بتسرب 8 لتر؟ هو انا ايه المشكله لما بتسرب 8 لتر؟ ايه اللي هيحصل لكفاءه البامب اللي عندي؟ الليتر في الباور ايه اللي هيحصل لها؟ هتقل. مش انت عارف ان الباور بيساوي ايه؟ بي في كيو على 600 ده قانونك. تخيل انت كنت بتعدي 100 لتر والدنيا جميله اصبحت خدت منهم 8 لتر تسريب ما بستفادش بيهم. يعني ده قل. ايه اللي يحصل الباور؟ هتقل كفاءه المضخه هتقل. فانا الخروج بالنسبه لي حاجه مهمه.
فلازم الزيت اللي عندي يبقى ما زال محتفظ بخواصه از سيل، يعني كانه بيعمل سيل، تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا، واقول لك الخواص اللي بيحتفظ بيها الزيت دلوقتي. ايه تاني؟ وابدا الحاجه ال ايا يكن الخمسه ولا السته هو الدامبنج. الدامبنج هي خاصيه ما بلاحظهاش قوي في علم الهيدروليك في البامبس، بلاحظها اكتر في الجير بوكس بتاع المواتير. الجير بوكس لو صدوه سرعات، تخيل انت معاك ترس كده وفي ترس تاني بيلفوا على بعض كده، في منهم كونتاكت ميتر تو ميتر ولا لا؟ انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج تروح. انا معايا صوره ابن خالتي لسه بعتها لي من ثلاث ايام، ودي كانت كارثه. بيقول لي المشكله هنا مشكله ايه؟ وفعلا مشكله زيت. الصوره ديت هي الجير بوكس حرفيا، والجير بوكس الترس بتاعه متكسر. تخيل لو انت معاك دلوقتي في الهيدروليك، ولكن الطريقه اللي انا هقولها لك ازاي اصلا تحدد نوع الزيت اللي عندك هي ثابته في كله تقريبا بنسبه 95% ثابته في كله. فانا هعلمك ازاي تحدد زيت اي حاجه تقريبا، مش هيدروليك بس. مفيش كروس، السلوم متاكله، مش عارف شايفينها ولا لا، السلوم متاكله حرفيا. انت المشكله دي مشكله ايه؟ زيت. الزيت يا باشا ما عملش دمج. انت التروسه بتتحرك وعماله تتحرك مع بعضها، عماله تخبط، ولا بتخبط شكرا اتاكلت اتبرد كلها مره واحده. فالزيت بيعمل لي دمج، يعني اخماد للحركه. انت هتاخد الدمبر على فكره في الفايبريشن السنه اللي جايه، فركز في حوار الدمج ده. فانت لو عمال تخرج تسمع صوت تخبيط في صندوق التروس، تعرف ان انت ما بتعرفش مشكله ايه؟ حاجه من الاثنين، فيجر اناليس اهو، حاجه من الاثنين. لا اما تروح يا باشا تشوف هل في حصل ميس الاينمنت، يعني في حاجه طلعت عن حاجه حصل شفتت بمقدار ملي، فانا محتاج اعرف دي. اول مشكله عندي هي مشكله دم الزيت فقط خواصه، انه يعمل دامبنج للحركه، اخماد للحركه، وحصل تخبيط فايبريشن. متخيل معايا الحته دي؟ فده الدم. في حاجه ثانيه بيشتغل كانه انتي كوروجن. انتي كوروجن يعني ايه؟ صح كده؟ ماشي انت. ايوه. انتي كوروجن يعني ايه؟ اي زيت عندي، اي زيت عندي وضيف ليه خصائص، وعلمك ازاي تسرش على حوار الخصائص اللي بضيفها. مش مش يعني مش تكون عارفها قوي، بس انت ممكن تسرش تبقى عارف الخصائص اللي بضيفها. الخصائص دي ليها القدره دي بتخلي الزيت يروح جاي على المعدن ولازق في المعدن. لما يلزق في المعدن، لما الزيت يلف، لما يجي جزء متحرك على جزء متحرك يلف، في ما بينهم سيم فيلم لسه قايله من شويه. السيم فيلم ده يعمل ايه؟ يمنع يا باشا ان يحصل تاكل، يمنع ان يحصل احتكاك، يمنع ان يحصل فريكشن. انت متخيل الحته دي؟ ده بالنسبه لايه؟ للانتي كوروجن. الجزئيه اللي بعدها، خلينا نلف دي بعد اذنك. الجزئيه اللي بعدها خليها بقى حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن بتاع الزيت. خلي بالك انت كده خلصت الفانكشن. الفانكشن هم كام حاجه؟ اول حاجه باور ترانسميشن، وعرفنا باور ترانسميشن بتبقى عن طريق ازاحه. الحاجه الثانيه كالبريكيشن. الحاجه الثالثه كولينج. كلام نظري خلي بالك، بس لو قعدت فكرت في الكلام ده قلت لك هو مش نظري خالص. انا حليت مشاكل، بتاع اربع مشاكل حليناهم. بعد كده كليننج، كولينج، كليننج، ها بعد كده سيلينج، دامبنج، انتي كوروجن. نخش على الجزء الثاني الا وهو الكلاسيفيكيشن بتاع الزيت. انا بصنف الزيت بناء على كام حاجه. انا تصنيف الزيت عندي بيتم بناء عندي ثلاث تصنيفات اساسيه للزيت الهيدروليك اساسيه. اول نوع بقول عليه مينرال اويل. ايه المينرال اويل ده؟ هو عباره عن زيت معدني. زيت معدني يعني انا بستخدمه بستخلصه من عمليه التكرير اللي بيجي من معادن تكرير البترول. فانا باخد جزء من عمليه الاستخلاص ده، وده الزيت بالنسبه لي جاي من معادن. الزيت ده الميزه بتاعته ان هو رخيص شويه. هو مش شويه، هو ارخص زيت موجود اصلا. والميزه بتاعته دي حلوه جدا في السوق المصري بالنسبه لنا ان يكون رخيص، ولكن في كارثتين بس. خلي بالك انا قلت لك مش مشكلتين، انا قلت لك كارثتين بس. الكارثه الاولانيه انه زيت شديد السميه. عارف ايه شديد السميه؟ يعني لو جه على جلدك بيعمل سرطان جلد. مش بقول اول ما بيجي، على المدى البعيد يعني بعد شهر شهرين ثلاثه، وده مش بعيد بالنسبه لنا. الصنايعي بيتعامل مع الزيت كانه مايونيز. ده بجد والله. ممكن تخش مصر، انت ممكن تخش مصر هتلاقي دي فيها زيت كده ومبوصه والدنيا عادي. هو ما عنديش مشكله الكلام ده، مع ان انت حاطط ورقه تعليمات، وانت دورك كمهندس ده انت حاطط ورقه تعليمات. طب انت لو شفت صنايعي عامل كده، انت ايه الاجراء اللي هتاخده معاه؟ ايه الرياكشن هتاخده معاه؟ حوافز، زيرو حوافز. ده لو قلت له مره والثانيه عشان يبقى فيه انسانيه شويه. طب هتديله خصم ليه؟ عشان تخاف عليه؟
لا عشان غيره ما يعملهاش برضه. عشان ايه؟ انت اللي هتلبس في الاخر. اه انت موسيقى وعشانه برضه يعني عشان الاثنين. ايوه عشانه طبعا. هو عشان الاثنين. هو عشانه في الاول انا بتكلم ان لازم تكون عندك حته دي. لازم يكون عندك حته انسانيه ودي مش هتوصلها في الاول خلي بالك وانا بفكرك. ولا هتوصلها هنا. هنا ما عنديش انسانيه. ما بيهزرش. بس لو ما عنديش انسانيه هيخسر. انت لازم تكون هنا كده توصلها بعد سنه سنتين. انت خلاص بقيت عارف ان المنى الرؤيه ده ثابت. يا باشا البس بعد اذنك جلافز وانت بتعامل مع الست عامل معاه احتراف عشان ما تتسممش. ده عشان طب عشان المصنع الراجل ده لو اتصاب يروح يتعالج بالتامين. فلما يتعالج بالتامين لو لقوا في كذا حاله متكرره هيعمل ايه؟ هيروح قال لك اصبر تعالى نعمل تحليل لكل الناس الصناعيه اللي شغاله. طب لقى ان المعظم 70 80% من الناس اللي شغاله عندهم نفس المشكله. شمال المصنع يا باشا. فين التعليمات اللي انت منزلها؟ فين الاجراءات اللي انت خدتها صح ولا ايه؟ المهم فين السيفتي؟ كل الزيوت كده ولا ايه؟ ما انا لسه في اول حاجه قلت اول حاجه لا انت بص مينرال اويل اول حاجه هي بالنسبه لي بقول عليه مينرال اويل. المينرال اويل هو زيت سام جدا. طيب المشكله الثانيه المشكله او الكارثه الثانيه في المينرال اويل الكارثه الثانيه انه زيت بيشتعل. زيت ماله بيشتعل. اذا انا ما ينفعش استخدمه في حاجه فيها اجزاء متحركه زي الحديد او بيرفع حاجه فيها اجزاء متحركه وفيها درجات حراره عاليه. معظم مصانع الحديد والصلب ما بتستخدمش منه الرجايل ان كارثه. لو استخدمته يا باشا انت عارف انه بيشتعل فده ممكن يسبب لك مشكله كبيره. اذا في المشكلتين بتوعه اول حاجه ان هو زيت بيشتعل. المشكله الثانيه زيت شديد السميه. اذا ما ينفعش استخدمه في مصانع الادويه في مصانع التغذيه الطعام. لو انا عارف ان انت عايز تقول لي احنا كده اصلا كده ما بنستخدمش الهيدروليك في المصانع السلميومات. لا مش هقول هيدروليك برضه. انا قلت لك مفيش مصنع هتخش وما فيهوش هيدروليك عشان يبقى نور. ايه؟ قلبي واخد التغذيه برضه؟ لا طب انا الفورك ليفت شغال ازاي؟ هيدروليك ولا نيوماتيك؟ الفورك ليفت دي موجوده فين؟ مصنع تغذيه. ما هي اللي بتنقل. اذا دي موجوده اتفضل. ايه؟ فورك ليفت مش بيشتغل نيوماتيك. لا 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 هيدروليك فورك ليفت ايه اللي نيوماتيك؟ لا 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 ده انا عايز اقول لك الكارثه. اصل الناس برضه فاهمه ان الهيدروليك في الحاجات التقيله بس. انا عايز اقول لك معظم ودي اشتغلت عليها معظم السراير بتاعه الناس اللي بتعمل عمليات الناس اللي كانت شغاله نيوماتيك مش شغاله هيدروليك. السرير شغاله هيدروليك. النيوماتيك يا شباب هو حلو وجميل ونقي ولذيذ كل حاجه بس ودقيق ودي ميزه بس في عيب ان التسريب فيه سهل جدا. فتخيل انت بتعمل عمليه لحد وتلاقي مراحل السرير رايح منك كده مره واحده مش هزارك. هيدروليك الهيدروليك على فكره ادق بالمناسبه يعني. فالمينرال اويل المينرال اويل هو زيت. اتفضل. لا ما في حاجات ممكن ما احتاجش فيها زيت يبقى عندي ابلكيشن عندي مش محتاج فيه. هتعامل عادي اصلا زيت ما بشوفوش وهتعامل عادي معاه بحذر وفي نفس الوقت هو مش ما فيش درجه حراره عاليه. ده اكثر الحراره عندي 60 70 يبقى جيبه رخيص. انا اهم حاجه بص عليها خلي بالك الفلوس. ده في مصر. لكن بره في مجال لسه قايلك الاداره بقى في حاجه يا شباب اسمها جوب بريورتي. ايه الجوب بريورتي دي؟ يعني انا دلوقتي عندي مشكله في المكنه اتعامل معاها بناء على اساس الجوب بريورتي بتاع المكنه. اشوف ايه؟ والله اشوف اول حاجه السيفتي ابص عليك. وخلي بالك السيفتي هو مش مسؤوليه قسم السيفتي هو مسؤوليه كل واحد مضغوط. فانا اول حاجه ببص على السيفتي بتاع المكنه. هل هتاثر عليا انا كانسان وعلى البيئه وعلى الفنيين وعلى البيئه المحيطه ولا لا؟ الحاجة التانية بص عليها اشوف حاجة اسمها الكريتيكاليتي بتاعت المكنة اللي عندي. ايه الكريتيكاليتي بتاعت المكنة دي؟ هل المكنة اللي عندي او المعدة اللي عندي لو عطلت هيعمل لي مشكلة ولا لا؟ ما انا ممكن انا كمهندس سيارة او كمهندس رايح اشوف في مكانتين فيهم عطل اخش بقلب واحد يقول لي الاسهل مش هاخد وقت غلط. اخش من الكريتيكاليتي بتاعتها عالية اللي لو وقفت هتعمل لي مشكلة. في مكنة بتجيب لي حاجة سعرها عامل 1,000,000 جنيه، في مكنة بتجيب لي حاجة 2000 جنيه 10,000 اروح لمين؟ مليون جنيه. حتى ادخل معايا اسبوع. ومش برضه بنعمل بنفس الطريقه، احنا بنوزع عندي المان باور. اجي انا اشتغل هنا عشان انا واحد ذو كفاءه وحضرتك او انا اجي اشتغل هنا عشان انا اقل كفاءه منك على المكنه الضعيفه شويه اللي ممكن بس مشكلتها تحل بسهوله. انت متخيل معايا؟ ده كله اسمه جوب بريورتي. ده اداريات. تمام؟ طيب كنت وايه؟ فالمينرال اويل بالنسبه لي احنا عرفنا الميزه بتاعته انه رخيص والعيبين بتوعه. طيب انا عندي تصنيف للمينرال اويل. عندي اول حاجه بنقول عليها الاتش ال وده انا كاتبها لك في قلب البور بوينت. ايه الاتش ال ده؟ الاتش ال دي رموز عشان اللي مستنيني بقى احط لها مسمى. لا دي رموز
الشركة حطوها ما لهاش مسمى، مش زي كلمة ايزو، مش زي كلمة دين، مش زي ناس اللي انا حطها كمان شوية. ده رمز محطوط عادي. ايه الاتش اللي ده؟ ده اقل نوع في المينرال اويل، اقل نوع ممكن استخدمه، وبالتالي كنا زمان بنستخدمه، دلوقتي مبقاش نستخدمه في المكنة، بنستخدمه في عملية واحدة بس بنقول عليها اسم عملية الفلاشنج. حد عارف الفلاشنج يعني ايه؟ تمطير. ان انا لو عندي واشرحها لك دلوقتي اوريك فيديو ليها مهم جدا. ان انا دلوقتي لو عندي المكنه اللي عندي دي الزيت اللي فيها كله باظ، بعمل ايه؟ اوعى تقول لي اروح مفضي الزيت بالتانك واشغل التروب لحد ما افضي الزيت وبعدين املى زيت جديد. هو انت يا باشا لسه قايل لك في كونتمينيشن بقى في الدايره. فانت لازم تعمل ايه؟ تنظف الدايره كلها. شفت انت عمليه تنظيف الدايره دي؟ هي بنسميها اسم فلاشنج، ودي عمليه معقده جدا جدا. علشان كده احنا في المصنع ما بنقومش بيها، ولو قمنا بيها بنقوم بيها وما بيبقاش على اكمل وجه، الكفاءه بتاعتها ما بتتجاوزش 60%. وبالتالي بنجيب شركات خاصه ان هي تعمل فلاشنج، والشركه بتجي لك لحد عندك. تلاقي عربيه كبيره كده نص نقل داخله عليك ومحمله ورا البطاريات وخراطيم بتاعتها وكل حاجه متجهزه، وتعمل لك فلاشنج للدايره، وتنضف لك الدايره، وما بتنضفلكش البايبنج الصغيره او الخراطيم الصغيره، هي بتنضف الخراطيم الاساسيه بس، الصغيره دي عادي انت بتنضفها بسهوله. تمام؟ عمليه الفلاشنج دي اعفن عمليه ممكن تعملها، لانها بتوقف لك المصنع. انت ممكن تقف في المصنع اسبوع ولا حاجه. عارف يعني ايه اسبوع؟ يعني انت بتقبض ناس وانت ما بتنتجش حاجه. فدي مهمه جدا. فانا عشان لما اجي اعمل الفلاشنج ده بعمل ايه؟ بدخل زيت ينضف الرواسب ويمشي. الزيت ده انا مش هستخدمه، فانا ممكن استخدم مكانه اتش ايه؟ ولا في حراره عاليه، ولا انا خايف على حاجه، انا بنضف وفي نفس الوقت رخيص جدا، ده ارخص حاجه. عندي بعد كده نوع ثاني بيقول عليه اتش ال بي. ايه الاتش ال بي بالظبط؟ لا ده انا ببعت للشركه والشركه بتجيلي وبيقفوا الاول يفكوا المكنه ويقعدوا ينضفوها ويسيبوا المكنه شويه تحليل، يدخلوا زيت ويحللوا الزيت اللي طلع دوت هل في كونتامينيشن ولا لا. التحليل ده باخد من يومين لثلاثه. الموضوع ده ممكن يقعد شهر. ما انا ما بنضفش المصنع كله، انا بنضف المكنه الوحيده اللي عندي بس، واكيد بيبقى في سبير بوكس في جزء ثاني ممكن يقوم بيها، عشان كده في كذا خط انتاج. فالنوع الثاني اسمه اتش ال بي. اتش ال بي ده عباره عن ايه؟ قال لي زيت بس انا محسن فيه خاصيه البروتكشن. ايه خاصيه البروتكشن؟ بنقول عليه محسن فيه خاصيه الحمايه من الصدأ، ان هو بيحمي بالصدأ بصوره اكبر من ده. فده سعره بايه؟ اغلى شويه، صح ولا لا؟ فده سعره اغلى من اتش ال بي. بعد كده عندي حاجه تانيه اسمها اتش ال بي دي او اتش ال بي دي الاول، صح؟ الاتش ال بي دي مش هتفرق الترتيب في حاجه. الاتش ال بي هو محسن فيه البروتكشن ومحسن فيه خاصيه الديرتي بروتكشن برضه، الحمايه من الشوائب. فده سعره اغلى شويه. بعد كده عندي حاجه اسمها اتش ال بي بي. ايه ده؟ قال لي ده محسن فيه حاجه مهمه جدا، قال لكم حاجه اسمها الفسكوستي اندكس. خدت الفسكوستي اندكس طبعا مهم جدا. اقول فانا محسن فيه خاصيه الفسكوستي اندكس. ايه الفسكوستي اندكس ده؟ او ايه المعلومه اللي عندي؟ ايه الفرق ما بين بقول لك الفسكوستي اندكس اللي بتساوي 100 والفسكوستي اندكس اللي بتساوي مثلا 180؟ ايه الفرق ما بين الحالتين؟ وايهما افضل بالنسبه لك؟ 180 طبعا. طب يعني ايه فسكوستي اندكس الاول؟ تمام. هو انا بقول لك الفسكوستي اندكس ده هي بتوصف مقدار تغير اللزوجه بتغير الرشحه. لو الفسكوستي اندكس كبير ده معناه ان اللزوجه مستقره مهما اتغير درجه الحراره. لو الفسكوستي اندكس قليل ده معناه لو الفسكوستي اندكس قليل ده معناه ان اللزوجه بتتغير بمقدار كبير بتغير بسيط درجه الحراره. فدي مش ميزه، ده عيب. فانا بفضل الفسكوستي اندكس الكبير. فده انا محسن فيه خاصيه الفسكوستي اندكس، يعني بتسحب درجات حراره عاليه. لحد دلوقتي في مشكله؟ ده يا باشا المينرال اويل. ده بيتصنف بناء على ايه؟ بيتصنف على حاجه اسمها ايزو 51524، ودي ارقام عاديه يعني. الايزو احنا عرفنا بتتصنف ليه، تمام؟ طيب عندي نوع ثاني بعد المينرال اويل. قال لي حاجه اسمها الانفيرمنتال اويل. ايه الانفيرمنتال اويل ده بقى؟ هو ده زيت انا بستخلصه من النباتات اللي عندي، زي زيت التالي. زيت بنستخلصه مثلا من فول، الكلام ده فعلا النباتات بستخلص منها زيوت. فالزيت ده فيه ميزه، عالجت لي عيب تاني. ايه العيب اللي كان هنا؟ السمين. الزيت ده لا ما فيش اي مشكله خالص،
الزيت ده مش بيصير صميه ولا حاجه، بتعامل معاه. اذا ممكن استخدمه في مصانع الادويه ومصانع الامثيه والكلام كل ده ممكن استخدمه في الانفيرومنت. مش مشهور قوي غير في المصانع اللي قلت عليها، لكن احنا لما بنيجي نشتغل في اي معده بنستخدم عاده المينرال اويل، عاده غالبا المينرال اويل مش الانفيرومنت. وده ليه تصنيفات، دايما بدايته بتبقى ب اتش اي. اول ما تلاقي اتش اي هنا كده ورقمين بعدها اعرف ان ده انفيرومنتال اويل، هتلاقي عندك اتش اي مش عارف جي اتش اي جي اتش اي اس. فده كده تصنيف المينرال اويل بالنسبه لي، وده قليل لما بتعامل معاه. النوع الثالث والاخير حاجه بقول عليه الفاير ريزيستنس. فاير ريزيستنس ايه؟ هو انا ايه المشاكل اللي كانت عندي؟ كان في مشكلتين هنا، السميه والاحتراق. ده عليه ايه السميه؟ طب ده عليه ايه؟ الاحتراق. فاول ما تلاقي هنا كده دايما غالبا يعني بتلاقي رموز اللي هي اتش اف وبعدها رقمين، اعرف ان ده فاير ريزيستنس اويل، يعني زيت ما بيحترقش. ده ممكن استخدمه ايه؟ درجات الحراره العاليه في مصانع السون. فخلي بالك لما مين ممكن انا اديك كذا استوديو ممكن ابعته مع باشمهندس زياد لو ما لحقتش. لما اجي اقول لك انا عندي مصنع حديد وصلب عايز استخدم نوع زيت معين، انت اوتوماتيكالي كده هتروح تمسح ده تمسح ده. يبقى انا المصنع اللي انا سابق فيه يبقى فاير ريزيستنس اويل، صح ولا ايه؟ ده حاجات بديهيه بقى، ما ده دلوقتي انت كمهندس ما تروحش تدور على ده، علشان انا هجيب لك حاجات اولها اتش ال واتش ال كذا ما تستخدموش طبعا، وهجيب لك ده يبقى لا. ما هو ده فاهم؟ ده بالنسبه للثلاث التصنيفات الاساسيه بتاعت الزيوت اللي عندك. عندي بقى في شركات مش اول نوع هندسه تاخد اول نوع ده سام هو جدا انا بقول لك بقى احنا في مصر ما عندناش يعني استنى بص انا هدوس وعايز لا لا عايز ايه زيت سام الشركه انت مش شركه انت ما انت ما كنتش شركه هتلاقي اوريك دوت قصه ده ممكن يشتغل بقى ال اتش ان اتش ان. ثم انا عايز اقول لك حاجه، انت المفترض ما تلبس زيت، المفترض ما تشوفش زيت يعني. انت المنطق بيقول لك انا لو شفت زيت يعني في تسريب في تسريب يعني في مشكله. فانا المفترض ما اشوفش زيت خالص الا لو انا جاي اظبط الدرب زيت ومش بشوف. فالفني لما يجي يتعامل معاه يمسك كيس الدراب بتاعه ويصب هيبقى الدنيا جميله ومش مشكله خالص. لكن انا بقول لك الفنانين بيتعامل مع زيت حرفيا. هو كان بيصلح مثلا حاجه ولا كده بيلبس جرابس؟ لا لا في جرابسات مخصوصه ده كانها زي ايدك بالظبط وغاليه. لما في نظارات بس شيء نظاره حمايه، نظاره الحمايه ممكن سعرها يوصل لحد 300 جنيه، في نظارات عامله 5000 جنيه. ايه الفرق؟ مفيش اهم من حياتك وانت شغال. خد القاعده كده، انا بروح هناك بلاقي فنيين ومهندسين وناس كده مش عايز اقول لك صوابعهم ودي بتتعمل ازاي. فلا انت مش اهم من حياتك، انت داخل نضيف خارج نضيف، وخلي بالك مش بهدلتك وان انت كده بقى انت واد مفيش منك اثنين وشغال وايه؟ لا خالص. هي نظافتك ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه. عشان انت بتحمي نفسك. اغلبيه الشركات اللي بتصنع الزيت عندك شركه زي شركه هونداي. فانت لما تلاقي الزيوت هتلاقي هونداي، في شركه تشيل تيلكس اللي هي موجوده بتشوفها دايما كتير، شركه موبيل ودي من اشهر الزيوت اللي بنستخدمها اصلا، في شركه ريكس روز بتصنع، في دانفوس بتصنع سعر الزيت عندها غالي شويتين بس كويس، في جولف، في ارمور. انا اكتب لك اسامي الشركات اللي بتصنع الزيت تحتها. ممكن تخش كل شركه وتنزل كتالوج للزيت بتاعها وتقعد تقرا فيه، الامر سهل يعني. الجزئية الثالثة الخصائص. أكمل ولا أديك دقيقة كده ولا حاجة دقيقتين؟ خمس دقايق يعني لو حد يعمل حاجة، خمس دقايق؟ أنا هركز أكتر على الجزء الخصائص دول. مهم أوي، فاهمها كويس جدا إن شاء الله. وأي حاجة عندك بقى سؤال، كل أسئلة كنت أقول للراجل دوت بقول له اصبر شوية اصبر شوية اصبر شوية، إجابتك في الخصائص. كذا مرحلة تقريبا كده في الويب كيرف، البريشر كيرف، كل ده تاخده. فالمحلات مهم يعني لما تيجي تفتح كتالوج بتلاقي حاجه من الاثنين، ولو كتالوج محترم زي شركه ريكس روس بتلاقي فيها الاثنين مع بعض. اما تلاقي كتالوج فيه قوانين بتعوض حرفيا، انت كمان بتعوض بتطلع الرقم عشان تروح تعمل سلكشن للبمب. لان انت لما بتطلب بمب من المشتريات ما بتقوليش بتطلب لي جير بمب، انت بتقول لي كود. انت الكود ده اصلا ما فيهوش كلمه جير. فالكود لما بيجي يتكتب انا هعلمك تكتب الكود ازاي. فلما تيجي تطلب الجير بمب لازم تكون فاهم. مش كنت يعني ما كنت بس لا عايز اقول. فانت القوانين مهمه، وانا قلت لك انت خدت قانون اللي هو ضايع الاربعه دي او في الدبليو او ال ان، انت عرفت انت تحسبها ازاي؟ اكيد مش بليز. لو تخيلنا ان ده الترس يعني وفي ترس خارجي كده، تروح عايز سمك الترس الخارجي الكتب بتاع الترس الخارجي اللي هو الكبير ده والسمك بتاع الترس الداخلي
تخيل معايا وتحسب الارتفاع وتقدر وتحسب الارقام بتاعك بالبوكليز مش محتاج تعمل كده. طب عشان اجيب الان واشوف الار بي ام بتاعت الموضوع واقعد في قوانين فاهم. القوانين مهمه مش مهمه. وتحولات الضغط مهمه يا شباب مهمه جدا عشان بس بتحط عليك من فن الامانه بسبب تحولات الضغط. والمدير لو المدير فاهم التحولات هو اصلا المدير ما بيبقاش عنده معلومه غير البيزكس الاساسيات والخميس ده وقت ما يحب يسمع هقول لك يسألك حاجة في حاجة عادية جدا وروح مرة كل ذاكرة وشخص خيال بتاعي كده بص مثلا روح ذاكرة وشخص دي مميت بس مش هكبر شخص تمام والله بس كريم انا عندي 9 خصوص هم اكتر من كده بس خلينا ناخد واحدة واحدة خصوص. ايه اكتر حاجة وانا بشرح الجزء اللي فات ده كنت عمال اقولها واحدة الديسكوست لزوم. اذا اول حاجة اتكلمنا عنها يا باشا ده لزوم. كلمني شوية عن اللزوم. اللزوم ده يعني بسوس عندك كم نوع انت خدت في كلية من اللزوم؟ ايه هما؟ ديناميك وديناميك. الاستاتيك بسوستي والديناميك بسوستي. ايه الفرق ما بينهم؟ على روح. شفت؟ علم زائف ومش علم زائف. ايه الفرق ما بينهم؟ انت رايح دلوقتي الواحد ماشي في الشارع وقفك قال لك هو ايه الفرق ما بينهم؟ واحد راكب حمار ومسجل في الفيديو طبعا الكلام ده وقال لك قول لي ايه الفرق بين الاستاتيك بسكوست والديناميك بسكوست. هتقول له ايه؟ دي معلومه ايوه انت تقول له ايه قول دي معلومه فيسالك كثافه يعني ايه؟ هو لك كثافه اللي بتكتش الكلمه دي كتله على حجم كثافه كتله على حجم. ايه الحجم اللي جاب ازاي والكلام ده؟ ما تهزرش معايا انا قلت لك انا فاهم انا ورا كتله ورا كثافه ورا الكلام ده وانت اديني معلومه كده عشان افهم يعني ايه الفرق بينهم. ايه الفرق بين الاستاتيك بسكوست والديناميك بسكوست؟ هقولها بالبوك مش لازم كده. الفرق ما بينهم ان الستاتيك فيسكوستي هي مقاومه المائع ستاتيك للانسكاب. يعني لو انا جايب شويه ميه واحطهم في كوبايه وباجي اصب كده مقدار مقاومه المائع انه يقع دي الستاتيك. طب الديناميك هي مقاومه المائع للانسياب. يعني انا جايب ماسوره والمائع ماشي جواها هو ماشي انا بحسب مقاومته هو ماشي قد ايه مش هو ساكن. فهمت الفرق بين الكلمة ده حروف؟ يبقى الاستاتيك هي سبب القوانين. انا عارف انت مدير الاستاذ سعد وسام على الروب. انا حافظ بس انا عايز ابقى فاهم بقى. يبقى الاستاتيك هي مقاومة المع للانسكاب اما الديناميك هي مقاومة المع للانسياب. مقاومته الانسياب مهمة جدا. كتالوجات بيبقى مكتوب فيها الاثنين، في كتالوجات بيبقى مقاومة الفيسكوستي بس والاسكو. فمهمة جدا انا يهمني الاثنين طبعا بس انا هركز اكتر على الديناميك بسكوس اللي هي انت خدتها من يوم او التاو على حسب خدتها ايه. ما لكش عمر رموز تقلقش اوعى تفتكر ان هو في الكتاب يروح يقول لك كده التاو بيساوي ده مش كده او في المرجع في الكتالوج لا هو بيكتب لك البسكوس دي بريد بكذا البسكوس دي اندكس بكذا الستاتيك بسكوس بكذا. ها ده بالنسبه في اثناء التشغيل واثناء الكوف شوف لي الاستاتيك بسكوستي وانا لسه عامش حاجه بكام وشوف لي هو شغال بكام. ده ليها كيف وليها كيف تاني خالص تمام. لان انا لما بشغل كثافه عندي درجه حراره بتزيد فالكثافه عندي بتتغير ودرجه حراره زادت الكثافه بتقل على لو سائل لو نازل عكس. فتعالى واحده نتكلم عن البسكوستي. ايه وحده قياس البسكوستي اللي عندي؟ لو انا هتكلم عن النظام المهني الدولي العادي بتاعنا اللي احنا بنحلق بقى بنعمل احسن ايه؟ خلينا نقولها نيوتن ثانيه على متر. دي الوحده بتاعت البسكوستي صح؟ متر تربيع. دي الوحده بتطلع 5 نيوتن سنة. لو خدت انت مساله في الفلاول سلفات شفت بيدور حوالين صفر من الزيت اللزوم بتاعت الزيت ده اشهر مساله موجوده في الدنيا. بتقابل انت في خلي بالك لو قلت رايح امتحان وراك. فانت الوحده بتاعتك النظام المتري او الدم الوحده دي. هل احنا بنتعامل بالوحده دي؟ لا. احنا بنتعامل بالنظام الفرنسي. النظام الفرنسي اذا انا محتاج احول النيوتن اللي هو عباره عن كيلو جرام في المتر على السريع دي جرام سنتيمتر على الثانية وحول المتر ده على السنتيمتر بتحولة بسيطة هتلاقي الوحدة اللي عندك علشان احول من ده من النظام الفرنسي بضرب في 10 بضرب في 10 الوحدة في النظام الفرنسي اللي فيها سنتيمتر وجرام بنسميها اسم سنتي ستوك. فوحدة سنتي ستوك اللي انت عارفها بس ما تعرفش جت منين هي نظام فرنسي وعلشان احول من ده لده بضرب في 10 فانا لو قلت لك لزومك 5 نيوتن في الثانية على الباقي بضرب في 10 حولها سنتي يعني لو هنا 5 كتب 50 اتفضل. عشان متر سكوير والثانيه 50 متر سكوير اه يا سنتي متر على الثانيه. ايه؟
المحركات ده محرك عندي نسيت ازاي؟ كل اللي انا لسه قلته في الخصائص ده بيشتغل معايا.
هو مش شرط هيدروليك ولا هيدروليك يبقى معناها الطاقه والحركات الجاذبيه ولا كل الخصائص اللي هي كل اللي كان بيعملوا ست الادويه بيعملوا كده هو نفس الست اصلا ده ممكن وده ممكن يعني كل حاجه بتعملها هي بتعملها انت انا بقول لك لما الاقي الرقم ده بس ده معناه ان زوجك انا محدد ان زوجك خلي بالك بس زوجك كام فاهم الزوجه هي عباره عن اس اي 40 يعني مستوى الزوجه البعيد طب ممكن انا قلت لك اس اي 40 دبليو ايوه ده ايه وين اه عليه مقطع جريد اويل هي انا بتروح عندها كده زيرو ده بيبقى سوبر هنا ولا فرق عادي طبعا مكفين يعني فلما بقول لك اس 40 زيرو دبليو زيرو او ده معناه ايه؟ ان ده زيت مقطع جريد اويل او زيت بيشتغل في الصيف وشتاء خلي بالك في مصانع لما بيجي يشتغل بزيت بيشتغل في الصيف بزيت ونيجي في الشتاء بغير مقطع زيت ده بيحصل حقيقي مش مقطع بس انا ليه؟ طب انا ممكن اجيب مقطع جريد اويل ده ليه بالزيت بطريقة فبقول لك المستوى اللي الزوجه بتاعه في الشتاء 40 ومستوى الزوجه بتاعه في الصيف 0 او ايا يكن يعني الرقم اللي كنت بقوله في الانتصاف الارقام انا ما عايز اقول لك الصيف ولا 40 هو الاس اي يعني ما نقول اهو ايه اللي 40 بقى والصيف دي ايه مستوى الزوجه ده؟ قال لي مستوى الزوجه ده يعني بقول لك من اول صيف ممكن يكون 5 10 40 او 30 الاول تقريبا 40 وارقام ممكن توصل لحد 100 ايه الارقام دي؟ ايه الارقام دي لها ستاندر جدول بتروح تاخد الرقم اللي بيقول لك على الجدول او الورد دلوقتي حالا هتطلع منه الزوجه بكام؟ متخيل؟ فانا بدل ما اقول لك الاس اي اي ب 32 سم سكر في الشتاء ومش عارف كام في الصيف عشان انا بكتب لك كود ده كود بخش بالكود ده طبعا لا دي قيمه البي جي بي ده اللي كنا جاهزه 32 سم سكر اما هنا ده كود مش قيمه والكود ده بخش اطلع منه الزيت بتاعي ده يبقى ده بيتم عند درجه حراره 40 اختبار بتاع عند 40 سيلسيوس اما ده بيتم عند 40 سيلسيوس او 100 خلي بالك في شركات بتعمله مش عند 40 و100 بتتكلم عند 50 و120 فكل شركه تقرا الكتاب بتاع الزيت بتاعها بتاع عباره عن كام فلا بس 90% 95% من 40 حاجه تمام هل بقى ممكن انا في المعدة عندي وانا شغال في زيت زي ده بيجي 32 ممكن استخدم زيت الحركات او العكس ممكن او مش ممكن او ايه السؤال اسال نفسك هيأديه الوظيفه ولا لا؟ بدون مشكله هيأديها بدون مشكله بنفس طول عمره ولا لا؟ اه مين اللي يقول لك اه؟ المصنع اللي مديني الزيت او اللي مديني البمب البمب لما بتجي لك خلي بالك في الكتالوج بتاعها هو ايه الكلام زي ده؟ بيقول لك ان البمب بتاعتك بتشتغل عند مينرال اويل كذا 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 البي جي بتاعته كذا او ممكن استخدم زيت محركات كذا اذا لازم يكون في ريكومنديشن مش بدماغك او ان انا اخد تحليل الزيت او اديه انا جايب بامب مثلا لا قدر الله ودي ما بتحصلش يعني نادرا ان نوع الزيت ده بقاش شرطه ما بقاش موجود فانا اروح اعمل ايه؟ اروح انا شايف انا بالدراسات اشوف نسوج الزيت ممكن تكون متناسبه معايا او حتى المعمل يقول لي هل دي اكسبت بالنسبه لي استخدمها ولا لا؟ متخيل؟ فده بالنسبه لي اس اي فعشان استخدم ده لده او ده لده في تحويله، التحويله دي ليها جدول، الجدول ان شاء الله هبعته لكم. هو ده اللاب بتاعي هنقلب ولا هو سخن ولا ايه؟ اولا ده شكل الهيت جن اللي انا قلت لكم عليه تمام؟ اللي هي مش انا اللي بحدد ده البامب اللي بيديني البامب ده شايل منه البامب بيكتب لي في الكتالوج كده هتستخدم جي اوريك دلوقتي كتالوج بامب كتير ممكن افتح لكم البامب افتح لكم بامب حلوه دلوقتي بس هي بامب معقده شويه بس لذيذه يعني فده شكل ايه الكام تمام بيتحدد بيقول لك رقم ممكن افتح لكم كتير في حاجه ثانيه بقى غير الهيت بامب ودي بقى ايه دي حاجه سوبر نينجا كاميرا حرارية ايه؟ كاميرا حرارية برنس دي اسمها كاميرا حرارية سيرموجرافيك كاميرا دي سعرها غالي شويتين يعني ممكن توصل ل 50,000 جنيه بس انت عارف ان انت يبقى معاك كاميرا زي دي انت كده بتقول ايه؟ بتقول وداع عن الترابل شوتنج مفيش ترابل شوتنج انت مش محتاج تكتشف العطل فين انت عارف بتعمل ايه في الكاميرا تروح ماسك الكاميرا تمشي بيها على المشكله اللي عندك وتصور تروح لك والله درجه الحراره هنا عاليه درجه الحراره هنا عاليه يبقى اذا في تسخين فوق كمان تروح حل المشكله او في شوائب عامله ستارت مخليها الزيت يعرف يعدي فمزوده المقاومه فعامله بريشر دوب
عشان انت بتلاقي مدير جيد والمدير عنده المعلومه ولكنه مش جيد في توصيلها او مش جيد في انه يوظف المعلومه اللي عنده دي. طيب ده بالنسبه للدي. ايوه ماشي. انا مش في شايف الموضوع ده الديسكوست ايه ده الديسكوست الانجليزي اولا ما نزلتش صوره. طيب ممكن انت تفتح الموبايل بتاعك دلوقتي. افتح الموبايل بتاعك انا احاول اشوف يعني ان شاء الله لقينا. بس انت افتح الموبايل بتاعك لو معاك داتا واكتب على بي جي 2 او كومبير بي جي 2 هتلاقي مسطره زي ما كده. انا احاول ادور لك عليها هنا تقريبا منزلها. عارف لو غازي بتاعك على الدنيا بتاعت دولك لو غازي بتاعت دولك اللي هو بيعمل دي بشوف بي جي 2 اس اي بس خش على الايمج. لا هو كده كده ده اتبنتج محمد يا زلمه خالص كده مش عارف. انا هفتح لكم كتالوج الموبايل دلوقتي وهو موجود فيها ان شاء الله يعني في 4/7 على ما انا اهو يا شباب. دي عباره عن مسطره اقرا دي كده هتلاقي مكتوب ايه بسكوست جريب بالسونت ستوك اللي هي الفي جي بالنسبه لي كان بعدها مكتوب ايه ايزو بي جي ده البي جي اهي بعدها مكتوب ايه الاي جي ام اي ده نظام تاني بيقيس بين الزوجه الاي جي ام اي بس احنا ما بنستخدموش هنا يعني. في نظام تاني اسمه ايه الاس اي اي. فانت بتروح جاي شايف اللزوجه بتاعتك. لو انا مثلا عند اللزوجه دي بمشي ازاي هنا كده بروح كاسر هنا كده لحد ما اخبط في الرقم بتاع الاس اي اي. فانا اقول لك لو في جي 32 خبطت عند الاس اي اي 50 خد الاس اي 50 يؤدي دوره. فانا بس ما اقدرش استخدمه اروح الاول احلل لو انا مش مديني ريكومنديشن. لو ما عمل تحليل قال لي اشطر استخدمه خلاص استخدمه تمام. ففي تحويل في بعد كده الجير تحويلات الجير الحاجات دي بسيطه بس مهمه جدا. صعب الكلام ده كتالوج من الموبايل هفتحه لكم اصلا دلوقتي في الاخر عشان تقرا كل حاجه فيه. الجزئيه الثانيه ده بالنسبه للزوجه. طيب تعالى هقول لك هو لو الزوجه عندك قلت في الدايره ايه اللي يحصل. يعني انا مثلا هنفترض افتراض دي مشكله اهو دخلت مصنع لسه بتحصل مشاكل دخلت مصنع والمصنع دوت كان الزيت اللي بيتصنع فيه ومش مشكله بتحصل مره دي اكتر مشكله بتحصل في المصانع كلها. انت مثلا البي جي بتاعك مش شغال فيه 32 او بي جي 48 وانت حضرتك كل اللي انت عملته اللي انت بدل ما تستخدم البي جي 48 رحت جايب البي جي 32. ايه المشكله اللي ممكن تواجهك؟ درجات الحراره هتعلى الحاجات هتتاكل. احنا بنتكلم على حاجات كتير. هو قرر اللي عمال يعمل كده يعني هو جاي للسكه اجي لك. انت كل اللي عملته انت قللت لي اللزوم. فكده اللزوم قلت. فلما اللزوم قلت او بتاع او ميو اي حاجه بنسميها لما تزول ده معناه درجه الحراره هيحصل لها ايه؟ زيت هتسيبي يبقى انت كنت هتسيبي الحاجات التانية. لما درجة الحرارة تسيب احتمالية حدوث كابتيشن لو عند خط السحب كبيرة هتسيبي. وانت كابتيشن بتستدل عليه من ايه؟ من الصوت من الصوت وابنك. خلي بالك كابتيشن ده كارثة دي أعلى حاجة ممكن أنا أوصلها لأن كده خلاص بقى ما هودع التروبة دلوقتي فممكن يحصل كابتيشن. طب لما درجة الحرارة تزيد والأسوبة قلت ايه اللي يحصل بما ان الزوجه قلت؟ ايه اللي يحصل للاخمال الدم الدمويه وظيفه الزيت؟ هتقل مش هتعمل اخمال. طب التسريب هيزيد لان الزوجه قلت مش هيعمل كانه سيلي. طب لما التسريب يزيد الباور هيحصل له ايه؟ هيقل. لسه قايل لك قانون انت متخيل لما الزوجه قلت ايه اللي حصل؟ ده كل اللي حصل. فانا ما ينفعش حد يستخدم زيت اقل من زيت المفترض الموثق فيه ده اللي بيشتغل عليه ما اعرفش انا استخدم ده. استخدم بيشتغل عليه ما بيحصلش. صعب الكلام؟ ده انا بقول لك على كارثه بتعملها دلوقتي ان الصناعيه بيحطوا زيتين على بعض. ده اكتر مشكله هتشوف عادي يا باشا ده عافيه وشطاره دي مش وظيفه والله ده بيحطوا زيتين على بعض.
هي فراش مش حضرتك بتبقى قايل لهم ان المكنه دي مثلا بتشتغل بزيت كذا او دي بكذا؟ هو السؤال انت كان عامل المعلومه يعني انا لو رحت قايل لك لازم تشتغل بزيت كذا انت شركه تقول لك اشتغل بزيت كذا وانت جيت لبعد كده قلت لي انا نسيت خلص انا عايز ايه؟ حصل اي حاجه ولا بروح اديك شركه ثانيه وخد استخدمها تعالى اعملها انت اخدت الاولاني طب لو انت ما بتستخدمه عندك معلومه؟ اصبح عندك معلومه انت قدرت تحدد الصناعه عندي معلومه عند المعلومه ولا زيت منصوب الزيت في التانك قال ده في زيت بتاع مدى تغير لزوجك بتغير درجات الحراره. الفسكوستي اندكس ده رقم ملوش وحده وده رقم ثابت فما بيتكتبش في الكتالوج بتاعك. فانا لما اقول لك مثلا الفي اندكس الفسكوستي اندكس ب 100 وفي الفسكوستي اندكس ثانيه ب 180 او 140 انهي افضل؟ هتقول لي ان الرقم اعلى. ان الرقم اعلى ده معناه ان مقدار تغير لزوجك قليل جدا مهما غير درجات الحراره يعني لزوجه مستقره. بس ده بيبقى اغلى منين؟ مش انا لسه قايل لك المينرال اويل من شويه التصنيفات بتاع اخر حاجه وصلت لها كان الاتش بي ان بي اللي كان غالي السعر اللي انا ما سرموش اصلا بجيب الفويل او الفي او اتش ال صح ولا ايه؟ ما انت لازم تكون الحته دي. فمهما لو الفسكوستي اندكس بتاعك زاد ده معناه ان الزوجه بتاعتك مستقره الى حد ما. الفسكوستي اندكس في علم الهيدروليك عندنا بتتراوح من 80 او من 100 لحد 200 عادة في المصانع الديوروفيت كانت بتستخدم 100 و100 حد عارف ديوروفيت؟ بتاع الاواعد والحوض والحاجات زي كده بتستخدم فيسكوستي اندكس 100 والمشكله لسه بوريها لكم دي اللي هي الجير اللي تحت ده ديوروفيت اصلا. طيب ده بالنسبه للفيسكوستي اندكس. الفيسكوستي اندكس العلاقه بتاعتها رسمتها عامله ازاي؟ عامله كده صح؟ ممكن تلاقي كده ممكن تلاقي خط كده صح ولا ايه؟ ممكن تلاقي خط بارل شكل كده العلاقة هنا ايه؟ لينير؟ لينير ولا لا؟ مش لينير. العلاقة لوغاريتمية. انت هنا كده هتلاقي درجات الحرارة بتزيد ب 10 وده 10، اما هنا كده الزوجة بتزيد بالكروفات. يعني بتلاقي صفر 1 2 مثلا او 10 من هنا كده 1000 هنا كده 4000 فهي العلاقة مش لينير، العلاقة لوغاريتمية فانكشن. فلو بيحط حد بيحط لك امتحان والامتحان يمسك فيه هيسألك ان الجراف بتاع الفسكوستي اندكس هو عباره عن لينير ولا لوغاريتميك ولا لا؟ في اختيارات ما تكون فاهم حاجات زي كده تعرف فيها الفسكوستي واحد يفرق. ما اعرفش. تمام؟ ده بالنسبه للزوجه بتاعتك او مستوى الزوجه اللي عندك. سؤال يا شمس، لو الزوجه زادت بقى مشاكل ممكن تعمل ايه؟ جاي في السكه دلوقتي حالا. لو الزوجه زادت عندي ايه اللي يحصل؟ انت قلت لي لو الزوجه قلت هيحصل شويه مشاكل كتير جدا. طب لو الزوجه زادت هتحتاج باور اعلى هيحصل مشاكل كتير جدا. فتعالى اكلمك عن حاجه احدد من خلالها الزوجه لو زادت ايه اللي يحصل ولو الزوجه قلت ايه اللي يحصل. ركز في اللي جاي عشان اللي جاي هيعجبك قوي. انا عندي حاجه اسمها الفيبر بريشر ودي الحاجه الثالثه. عندي مصطلح ثالث اسمه الفيبر بريشر وده انا محتاج ادرس المصطلح ده واصلا ايه الضغط المخالي؟ انت خدته سواء بالفيديو او خدته بالسيره. ضغط بخار الميه. ضغط المخالي. ايه الضغط المخالي؟ انا هسالك سؤال، لو عايز سائل عندي يتبخر اعمل فيه كام حاجه؟ عندي كام طريقه ممكن اعملها في السائل اللي عندي او الماء اللي عندي خليه يتبخر؟ تقلل الضغط او تزود درجه الحراره. يا اما قلل الضغط او تزود درجه الحراره. خلي بالك المائع مش شرط يغلي فيتبخر. البخار بيطلع من الغليان وهتاخد فيه تروسفير. ايوه. انت فاهم ايه البويلنج والايفابوريشن. فانا ممكن يتبخر عندي بس لسه ما غلاش عليه جدا. فرق كونسنتريشن. فانا ممكن جدع فرق تركيز. فانا ممكن دلوقتي اعمل حاجتين، يا اما اسخن الاقي طلع لي بخار او اقلل الضغط. صح الكلام ده ولا لا؟ طيب انا ما عنديش مشكله في السخونيه واحنا عارفين ده. ايه تقلل الضغط ده؟ قال لي تعالى كده نفترض ان نشتغل مع بعض هي البمب بتسحب منين؟ من التانك. البمب تانك. فانا عندي تانك. انا اسمك سيمبل ماشي مش رسمه وعندك هذا البامب بالنسبه لي بالشكل ده كده صح؟ طيب
قد كده طبعا الناس بتصدق عشان مثلا لسه حاجه دي معلومه عارفينها اصلا لحد دلوقتي لو مثلا ده البامب ده التانك وده الخط الصحيح تخيل حضرتك وانت بتسحب منها كده مش هنا دي ممكن تكسر شنطه يعني ضغط قليل الضغط ده مش متكامل يبقى نيجاتيف بريشر صح ولا لا؟ بيقل غصب عنك يعني التانك مقفول طب ما نفتح التانك هو التانك بيبقى واحد اتموسفير عموما هو المفترض يبقى واحد اتموسفير ولكن حقيقه بينزل عن كده اخر في النزول 7/10 طب ما تنزل شويه كمان انت سكريبتيشن البمبة لا التانك هيستحمل اعمل من مادة تستحمل التانك كنت خدت من التانك في الديزاين اعمل من مادة تستحمل التانك ده مش مشكلتي البمبة كابيتيشن التانك هيكمكمش فانا بقول له هقدر اصنع التانك من مادة تستحمل البمبة الكافيتيشن في البمبة البمبة هيبقى السكشن عندها البريشر قليل جدا البريشر قليل جدا موالت عندك الماء اللي عندك الزيت هو في خط في ضغط بتاعه اسمه الفيبر بريشر ده خط الضغط تقريبا كام البقع اللي عندنا من 3/10 لحد 4/10 اتموسفير لو انت جيت ناحيتهم ايه اللي يحصل السائل اللي عندك لما تبخر اصبحت البقع تسحب ايه؟ تسحب حاجتين مش هو بس هاوز ايه؟ حاجتين هاوز ايه؟ وانا لسه قايل لك الزيت ما بيحبش ايه؟ يا باشا خش معاك كده ميه هاوز ايه؟ اسمع بقى امشي جنب الترومب عايز اقول حاجه بس هو عشان تتكلم لو مشيت جنب الترومب وقفنا في حرفيا بتزايد ماكسيموم 10 دقايق الترومب خلاص كده مقال الناس روح جيب ترومب ثانيه طب وتخلي العصب ده كابيتيشن تعرف كابيتيشن بيعمل ايه؟ بيعمل جاي لي بالظبط بالظبط جايب عيل صغير يشيل لقمه جعان قوي او حاجه فيه مثلا كنت عارف بتعمل ايه؟ بيهبش كده في الاكل اللي معاه صح ولا لا؟ بيهبش في الاكل حرفيا كابيتيشن بيعمل كده في البطن ده اللي يحصل كده بتاع كلها مش عشان يروح واكلها واكل البامب كده فالشوايه بتكتر البامب خلاص بوظ ليه التاكل ده بيحصل ليه؟ هو مش الهواء ده دخل وفي بابلز الهواء ده لما يجي دخل والضغط جوه البامب عالي يعمل ايه؟ او الضغط والبامب ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الهواء ده عايز يحصل ايه؟ فجر فبيحصل له بابلز ما بينفجرش في النص يا عم يا ريت ينفجر في النص واسمع صوته خلاص ده يروح جاي عند الضغط بتاع الراجل ده ويفضل ويحمل فيا اول ما ينفجر هنا كده ده بامب بوبنج ده اب بوبنج ده يعني انفجار يا شباب طب تخيل اللي يحصل في الانفجار لما يجي في معدن تنفجر هنا كده المعدن ده يصور كده يطلع عليه التربه ده عبد يسميه عبد يعني زي البنك يعملوا معدن كويس عامل ايه البامب معدن كويس هو البامب اصلا من احسن معدن بس هو تصنيع البامب الكابيشن ملوش مفيش معدن بيستخدم كابيشن طب ما يعني مش عايز ارمي امثله بره بس ما احنا ممكن نعمل اي حاجه تستحمل اي حاجه في الدنيا بقى مش الكلام ده اي معنى ليه ما تفتيش مثلا في حاجه اي حاجه بقول لك في سورس الطلاب بتاعت الدنيا هي اعظم مصنع للطلاب فده في مشكله كبيره جدا اللي هي مشكله الكابتيشن نعم انا حل المشاكل بقى هنخش بقى على حاجه اسمها قرصيه روح بقى شوف المشكله فين يا باشا لو لقيت سمعت سورس ازاي فانا بقى اخش احدد العقل ازاي ده تقوم شغل يا باشا امشي جنب البامب هتسمع صوت غريب جدا وانا بقول لك انت بتعرفه في صوت بيبقى اكسبتبل بالنسبه لك بس في صوت لا في جرس وقف يا باشا اروح اول حاجه ابص عليها ابص على منصوب التانك منصوب الانسيت التانك ممكن المنصوب يكون حصل له ايه؟ فلما المنصوب قال اصبحت خط الستراكشر ده بيسحب الاثنين مع بعض خد الكارثه الثانيه ودي اكتر الكوارث المشهوره بيبقى في حاجه اسمها اير بريسر البريسر ده ممكن يكون السد ده بينفس هو بيروح مدخل هواء جوه عشان يعدل الضغط بتاعك والبريسر ده مش حاجه صغيره ده حاجه كبيره شويه معمول عليها فلتر اصلا عشان يدخل هواء الهواء داخل بيه فلتر يعني ما هواء ده شوائب ايوه فلازم افلتره فممكن والهواء داخل دوت الفلتر ده يتسد فيروح مظبوط فالمستوى يقل فالضغط يقل بالنسبه لي جدا فلما الضغط يقل اقل من 7/10 هيحصل مقر في الترمب مقر او عضه او محر اي مسمى سميه فالمنبع عندي ده ليه مفيش حاجه اقول اهو لسه جاي ده لسه سؤال طب انا عشان احل المشكله دي بعمل ايه؟ بروح جايب عداد هنا كده واقول عليه بريشر جيتش عداد ضغط
وروح قال عدد الضغط ده ايه؟ خلي بالك انت الماكسيموم بالنسبه لك ما تقلش، المينيموم بالنسبه لك 7 من 10. طب لو قال الدي ار بصر سمعني صوت اللي فيه مشكله، سمعني تحت الكنترول، لو فاليو ديسبيسمنت مام وقفت روم الكلام ده، وقفت روم عن الشغل، او انت اشاره للكنترول وقفت روم، قال اشاره الكنترول بتاع مين؟ البم؟ لا الموتور. وقف الموتور وراح حل المشكله بتاعتي، لان كده مشكله كبيره. لو قلت البريشر بتاع كده فيه بخار دخل، فده بيسبب لي حاجه اسمها ايه؟ كابيتيشن. يرجع بقى اللي انت بتقول عليه الكابيتيشن ده، هو لو الضغط هنا قل ايه اللي يحصل لدرجه الحراره بتاعتك؟ درجه الحراره اللي ده جاي هيسيب جدا، فاللزوم بتاعك الزيت يحصل لها ايه؟ تكون لسه مثلا لو الوصول قلت او زاد هيحصل لها ايه؟ صح؟ احنا قلنا الشهر الوصول قلت صح؟ تعالى نتكلم عن الوصوله بتاعتك ازاي؟ تخيل كده انت الوصول عندك مليت؟ مليت؟ انت خلصت طاقتك في اول ال اللزوجه قلت، اللزوجه زادت، وانا جاي بشفط البمب بتعمل سكشن. هل تقدر تعمل سكشن من الزيت ده؟ هو زيت حقيقي مفيش مشكله، بس البمب هيعافر. صح ولا ايه؟ فتخيل البمب عمال تشد تشد والزيت جاي للبوت اللي نزلته مدى كتير، فلما اللزوجه عاليه كده معناه ان البريشر دروب اللي هيحصل عندي ايه؟ هيبقى عالي جدا. صح ولا لا؟ لما البريشر دروب بيعلى ايه اللي يحصل؟ كابيتيشن. هو انت عايز لسه ما شفطتش. صح ولا ايه؟ يبقى ممكن لو النزوجه زادت تعمل لي كابيتيشن. لو النزوجه زادت البريشر دروب بيزيد، درجه الحراره تزيد. خلي بالك ان الدليل او المؤشر بالنسبه لي درجه الحراره وضغط. درجه الحراره زادت اعرف ان في مشكله. اروح احل المشكله. هبعت لكم مربع اسمه فيلير اناليسيس، ممكن تشوفه هو عباره عن كود شارت. بيقول لك خش علينا، لو هيسالك سؤال، لو السؤال ده جابته يس امشي بالطريقه، لو جابته روح امشي بالطريقه. عارف انت في كود شارت اللي احنا بنعمله حاجه زي كده. فده هنا كده بقى عليه اكسس بريشر اللي هو ازاز عالي مضخ حاجات بتترمى. فلو اللزوجه زادت يحصل برضه الكوارث اللي لسه قايلها. ها صاحب الجامعه بيقول ده اذا انت عندك مشكلتين، ولو اللزوجه زادت ده بيبقى اسهل، لو اللزوجه قلت بيبقى اسهل في السحب. اسهل في السحب يعني انت ميه مريح توصل لمنطقه الدوبر بريشر بسهوله. متخيل؟ فده كده الحالتين دي كارثه. اذا اللزوجه عندك ما ينفعش ولا تزيد ولا تقل. فما ينفعش اكون مثلا من جي 48 تروح انت تجيب لي جي 68 او 62 او اي رقم من الرقم. ما ينفعش عادة تكون جي 46 والتانية ممكن تجيب لي جي 68. فما ينفعش كل انسان جبت اعلى. اعلى ايه يا اخويا؟ ليه كفاءة؟ ده لزوجة، فده مش اعلى ولا حاجة. صح كده؟ اذا انا عندي مشكلة في الدوبل بريشر، حد عنده سؤال في الحتة بتاعت الدوبل بريشر والنقر والنحر والكلام ده؟ عرفت اصلا اول ما تسمع الصوت بتاع الازاز تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح ما تهزرش. بعد كده شفت المشكله. المشكله ممكن يكون عندك دفع هواء وعاد غالبا بيكون هواء. الهواء بيسبب فايبريشن عالي جدا. المصطلح الثاني اللي هنتكلم الثالث اللي هنتكلم عنه حاجه بنقول عليها ال الكابيتيشن. مش كلمة كابتيشن، أنا بقول لك أكتر أي حلوة. شوف إنسان إن شاء الله. أنت خدت قانون اسمه دوسز في البايبنج. حد فاكره؟ في إيه اللي عادي؟ أربعة إف إيه اللي عادي؟ يعني إف إيه؟ إف إيه اللي عادي؟ مش كورة. شوف أنت القانون ده؟ القانون ده اللي أي حاجة تزود ده يعني كابتيشن بسيط. أنت عارف العمر إيه؟ لا. خد اي حاجه تزود لي اللوسز ده معناه كابيتيشن. تعالى واحده واحده نمسك واحده. سيبك نمسك الاف دي الاول. الاف دي ايه؟ فريكشن. ده فريكشن كوفيشنت لاي قوه عندك لاي بايبنج لاي خرطوم اي حاجه عندك غير اللوسز. صح ولا لا؟ تخيل انت جبت خرطوم في خط السحب والخرطوم دوت يعني بدل ما هو كده رحت تاني كده في كسره وبعد كده في كسره ثانيه وكسره ثالثه. انت عملت ايه في الاف دي؟ زودتها. ايه اللي يحصل للكابيتيشن؟ زيد. فلو حصل فايبريشن احنا بنعمل روبوس اناليسيس. احنا بنحل لازم بالمهم المصطلح ده مهم جدا في علم المينتنس مانجمنت اداريات اعمال السياره. انت كده بتروح تشوف المشكله فين. فلو في الخرطوم يا باشا عند الخرطوم في كسر وفي حاجات بص المشكله فين؟ ما انا بقول لك واحد ممكن يقعد ثلاث سنين يحل في المشكله ثلاث شهور مش ثلاث سنين. ويجي واحد ثاني انت مشكله فايبريشن يروح يشك على ده. وقانون اهو
ده معقول ظبط ممكن يكون ده كله حصل مع بعض اصلا هظبط حل المشكله ونروح يبقى في النص لو الاف دي عندي مش مظبوط عندي كتير في لو في الخط وفي مشكله روح حلها لان ده هيزود لك الدوسز طب لو انا عندي طول مسار السحب كبير انت كاتب ترومبه محطوطه هنا كده او التانك محطوط هنا كده لا انا ما بيحصلش كتير تيجي مره واحده تروح انت لاقي لي البمب على بعيده جدا اصبحت بتسحب على ايه؟ على مسار كبير جدا فانا كده زودت ال طول مسار السحب اللي هيحصل ايه شويه؟ ممكن يحصل ديفيتيشن على ما يجي لك اوصل كوبر بريشر يا باشا او ادخلك او كونستراكشن ده الخطوط الكاميرا في كده ما بتحسوش بعينك بس ده بيحصل اوقات حاجات زي كده فده لو حصل عشان كده في اول لما جيت بدات معاك السكشن فلك ممكن في السنترفيوجر لما انا شغال في السنترفيوجر دول احنا في السفن مجال السفن انا ما بسحبش الماء عنه وراح بالضغط لان المسار كبير فبجيب انا ايه سنتر فيوجر بامب تسحب يعني توصله لي لحد عندي وانا اسحبه من عندي اخد بروسس يعني بروسس قليله فما يبقاش معرض ان يحصل ديفيتيشن هو كده بتعمل لها برايمنج مثلا ايه اللي هو برايمنج اللي هو انت اللي تحضير في الابتدائي لا البرايمنج حاجه ودي حاجه ثانيه البرايمنج دوت اللي انا بقول لك الفروس صغيره وهو مازال فيه زي فانا مش محتاج اعمل برايمنج للدول البامس ولكن السنترفيوجر الخروصات كبيره في السنترفيوجر بامب الخروصات كبيره فانا محتاج املى الاول ميه ما بين البنز والهاوسنج طب دي تيجي واحد يروح فاكر الخرطوم عشان اسماء سيارة تحصل في كده اسماء عمل السيارة يفك الخرطوم وده كده خرطوم سمكه اكبر وكده كده يركب تليفون او يركب باي حاجه ويركب سمكه اكبر دي بتاعته كبيره لو دي كبرت او يركب دي صغيره اسف يركب سمكه اصغر لو دي صغيره ايه اللي حصلتش هنا؟ دي برضه طب ايه دي بقى؟ ودي انا عاملها عشان كده سرعه ايه؟ الكيو الكيو فلوريد ممكن اقول لك كيو اسال بص عليه سؤال تنزل لا الكيو اللي موجوده ايوه الجلوبال السائل الار بي ام بيقول لي الكيو بتاعتك لو انا عايز ازودها ان انا ممكن شفت عندك الكيو عباره عن في جي في الام على 1000 يبقى هو في جي ديسبيس من بتاع البامب ده سهل انا مش بنوصل فيه البامب اصلا اذا لو انا عايز ازود الكيو ده بالنسبه لي اصلا ايه في البي لو انت باين حاجه زي كده لو انا عايز ازود ايه؟ الار بي ام بتاعك مطلوب فممكن واحد يجي لك مطلوب بس يزود الار بي ام بتاعك عشان عايز تميك في لغات عاليه فلو زادت عن الحد المسموح بيه فكده زودت السرعه فكده معدل الريش يوصل لزيد فالريش يزيد انت واخد بالك انا قلت لك هتعمل ايه؟ ده تروح شوتنج من غير ما تحس ايه الكابديشن ممكن تشوف المشكله فين في دول ممكن تكون بقى موجوده على ضغط سحب عالي فالقل كبيره نزلها يا حبيبي ممكن يكون الدي قليله ممكن يكون السرعه واحد زود الار بي ام عشان يخلص شغلانه بسرعه صح انا عايز اخلص شغلانه بسرعه ازود ايه؟ فلوريد ما لو زودت الفلوريد يبقى شغلانه تخلص بسرعه لكن لو عايز اقوي ان انا الضغط عندي يبقى كبير اعمل ايه؟ زود ازود ايه؟ بمب بمب مش ضغط زود الدوريشن الضغط بتاع الحاجه الوزن بتاعي ممكن بمب ما تستحملش خلاص يحصل خطوم يروح باكت من كميه الضغط العالي اللي انت محمله ما تطلعش من اساسه تفضل عماله تنحى مش شغاله فالبريشر ليه فارم يفتح ويودي على التانك صح ولا ايه؟ مش عارفين البريشر ليه فارم؟ اه بيفتح عشان دي هندسه بتحصل اه تبتدي كل حاجه انا لسه قايل له ما اقدرش اعمل حاجه فالدنيا تستحمل البريشر تحصل كل حاجه تحصل امتى؟ يا عم ولا بتحصل احنا لما الماء بترضى ريتش ده حنفيه شوف الصوت ده ده كابيتيشن بس مش كابيتيشن بالمعنى الحرفي لا بس حاجه بس شغال كده مش كده ليه انت طالما شغال كتير تحت الظروف فيها شباب حاجه اسمها دي حاجه مصطلح تاني عشان اضربك على السؤال لما حد يسال سؤال خلوكم معايا عشان الاسئله بتجيب كلام مش محضر يعني محضر الكلام ده بس انا بتكلم معاك في حاجه في علم عندي او في البنت نفسها حاجه اسمها الاس او بي الاس او بي اختصار ايه بتاع ثلاث حروف حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن بروسيدجرز يعني المعده اللي عندنا دي ايه ظروف التشغيل وطريقه التركيب وطريقه البنك وكل حاجه دي فانا اي معده بشتريها لازم اكون فاهم الاسم دي بتاعها كتالوج فانت ما تجيش تقول لي هو ليه ما بيحصلش كابيتيشن طب انا شغال طب انا عندي يوم شغال بقى 20 سنه ما حصلهاش حاجه بس انا شغال بناء على الاسم دي بتاع الدنيا جميله بمب مستريحه يا سلام مدلعه حرفيا
زيت كل 3000 ساعه للغيران، وزيت كل معامل، وزيت مدير، ودرجات الحراره كويسه، والسيستم شغال على حاجه. ما انت معبوس ليه؟ زي الموبايل بالظبط، الموبايل واحد برضه بعد ساعه واحد مش كده شغاله مبوس لا في شهر. اه زيت ده بالنسبه للبريشر في الانفرموريشن والكابيتيشن اللي عندك. في فرق عادي ما بين الكابيتيشن والايريشن. خدتوا حاجه اسمها الايريشن؟ الايريشن خدتوش؟ الكابيتيشن هو حاجه زي الايريشن، نفس كل حاجه، نفس كل حاجه، بس الفرق ان الايريشن بيبقى نتيجه دخول هواء مع ميه، ولكن الكابيتيشن بخار هواء مع ميه. مش مهم قوي يعني. نفس المشكله الكابيتيشن، نفس الاكسس بريشر اللي بيحصل، الاكسس فايبريشن. الحاجه الثالثه او الرابعه اللي بنتكلم عنها حاجه اسمها، معلش استحمل، حاجه اسمها الماتيريال كابابيلتي. يعني ايه الماتيريال كابابيلتي؟ يعني خلي بالك احنا بنتكلم على خصوص الزيت، بس احنا عاملين نحل مشاكل. ايه الماتيريال كابابيلتي؟ يعني هل الزيت اللي عندي ده مش هيتفاعل مع الماتيريال بتاعه الاجزاء اللي عندي كلها؟ ممكن الزيت اللي عندي يبقى فيه مواد بضيفها للانهبيتورز اللي انا بحطها اخليه يتفاعل. قال لك لا، احنا بنحسن ده، بنضيف شويه مواد نخليها تيجي عند لسه قايلها من شويه عند الماتيريال ودي تقعد فتره يسيره، مش هخلي في تفاعل يحصل. فلا انا لو جيت شفت التفاعل خلي بالك بعد ما اخلص خالص هفتح لك مشاكل حقيقيه واقول لك دي مشكله ايه مع بعض. ده بي اف 16 الصبح نقعد نسكت كده مع بعض. فلو دخل بسرعه ما تقلقش، فلو دخل لو حصل تفاعل مع المدرين مواد التفاعل ده هتلاقي البامب بتاعتك لو كفه كده ممسوعه في لسعه لونها ازرق، واللسعه دي لازم تكون على طول المسار. يعني لو انت جايب مثلا الفان بامب او جايب الروتر جروب بتاع البيسمنت بامب بتلاقي موجوده فوق كده ممسوعه حرفيا. فانا هسالك سؤال، هل ده تفاعل كيميائي حصل ما بين الزيت والجزء بتاع البامب، ولا هل ده اصلا حصل جفاف للزيت فاتكلت فاتحرقت، ولا هل ده ايه؟ تكتسب دي بالخبره. انا لحد دلوقتي في حاجات ما بقدرش احدد لان الاثنين نفس الحاجه، بس في حاجات بتبقى سهله واضحه قدامك. طب ايه اللي ياكد لك؟ خد الزيت اعمله تحليل. لو الزيت فقد خواصه الكيميائيه اللي بتمنع التفاعل ده معناه ان ده حصل نتيجة التفاعل، فأنا مضطر إن أنا أعمل إغلاق الزيت. صح ولا لا؟ لو حصل نتيجة إن البامب نفسها ما خلاش كمية الزيت المطلوبة، إذا ده زادت في البامب، فحل مشكلة البامب وخدها تعمل لها اختبار. إحنا مش قادرين نحط البامب، إحنا قادرين نحط البامب، صح؟ بيفقد خلاص كل الزمن، حسيت عامل زي المية. لو جبت مية عندي بلاها ومسك متوترة وكل حاجة، بيجي بعد وقت كده تقول لك البامب ده تلات صحية، يا عم ده صحية إيه؟ ده مية. لا ده صحيح فقط خلاص بتاع الشغل ما بتشربش. نسيت نفس الكلام، خد التشغيل، درجة حرارة عالية، أرهقت الزيت، طب أنا عايز أقول على حاجة، وأنا لا أعمل ده. وليه التانك فيه بافلز؟ مش حد التانك في حاجة اسمها بافلز؟ اللي هي بتخلي الزيت يفصل إيه؟ مش بالمعنى الحرفي، هو بتزود المسار اللي بيمسيه الزيت. ايه؟ بتزود المسار اللي بيمسيه. ليه؟ ياخد وقت عشان يبرد. جدع، تخيل انت عملت بافلز عشان الزيت لما جاي نازل روح نازل كده ويطلع كده تخيل هدنه كان طلعان ميتين وفوق لازم، بس يعني تعب فوق في الشغلانه وجه نزل هتاخد على طول تسحب تشتغل بيه البيت ده ما ينزلش. اللي خدت البامب دلوقتي بالنسبه لي ايه اللي يحصل؟ خدت الزيت بامب ايه؟ خدت الزيت ايه اللي يحصل يا عم الحاج؟ قال لي اللي يحصل انت ارهقته، فتخيل رحت جاي مشتغل بيه تاني. كارثه. خد شويه الدنيا، خلي الزيت تاخد وقت في الراحه ويبرد ويهدى كده، خد اشتغل تاني. فعشان كده بحط البافلز. وخلي بالك ساعات بحط ايدك السنجر قلب الخزان نفسه. عشان لو الزيت برد الاول يسخن، ما انا ممكن قلت لك ممكن يبقى مفيش السنجر اصلا عادي، بس بحط الخزان في الفضل. ده لسه جايلها دلوقتي تقالي. هي فعلا الزيت بيبقى اقول لك الزيت ده فتره صلاحيته 3000 ساعه بس. ما انا هقول لك اهو، ما انا الزيت ممكن يبوظ قبل ال 3000 ساعه لان انا مش ضامن ان انا في شغال بالمصطلح ده. فعشان كده بضطر ارجع لحاجه اسمها تحليل زيت. باخد الزيت احلله بعد قد ايه؟ هقولها بس هي الكاميرا فتحت على الفرجه. الزيت بتاعك بيشتغل بيقول لك مثلا الزيت ده بيشتغل مدته 2000 ساعه. 2000 ساعة عمل يا شباب. ايوه. مش 2000 ساعة اللي هو مثلا الزيت عندك
فانا من اول النهارده لحد لا ممكن اكون وقفت تروم النهارده كل يوم بالليل شفت ليه مش شغال في التروم فلسه ما فيش ساعه عمل بعد 70% من 2000 ساعه من 2000 ساعه اروح اعمل تحليل زيت واريد تحليل زيت دلوقتي حاجه بيتحلل الزيت وممكن في مصانع محترمه جدا يكون اصلا فيها معمل تحليل زيت بس مش اضمن حاجه وفي طريقه ثانيه احلل بيها زيت بطريقه بلدي اقول لك ازاي برضه تقدر تعمله اصلا فبعد 70% احدد احلل زيت اول ما اخلص لان خلي بالك عارف الدواء الدواء اللي بيشتريه بيقول لك المفروض تصلحيه سنتين خلي بالك انت لو صليته بعد سنتين وشهر مش هتكوني هتاخد الدواء يعني نفس المفعول بس هو بيدي نفسه ست فاكهه اخرس معلش ده لو حصل حاجه هي برضه الزيت نفس الكلام 2000 ممكن اشغلها 2050 واشغلها 2100 ساعه تعالى يعني استفدت 100 ساعه تخيل بقى ضغطت زيت كم مره في السنه فكم 100 ساعه استخدمتها في كل تغيير زيت فانت بتتكلم في فلوس ما هو انت الطريقه اللي اتكلم بيها اللي فوق اللي كنا راسمينها شويه فلوس لما تيجي تعرض نفسك في ناس بتبقى شاطره جدا بس مش عارفه تعرض نفسها فلما تيجي تكلمهم كلمهم نقطه فلوس ما تقوليش انا عملت واحد اثنين ثلاثه اصل غيرت الفيشي عندي يا عم فيشي وانا ما بحبش اصلا اخلص هو عايز يخلص عشان تطلع بره وتشوف شغل اول ما تطلع انا وفرت 3000 دولار في الشهر دوت علشان كنا بنسلم زيت بطريقه مش مباشره لو هو عنده سعه الصبر ان هو عايز يعرف تكون مهندس بقى انا مهندس كده جايبها من تحت اشرح لك حضرتك بتعمل حاجه زي كده انت بقى اول من الاخر كده انت اسف لو اقول لك بقول لك لو حصل يا مولاي وانا بقول لك نعم حصل مش كده بعد كده حصل مشكله بعد كده يا راجل ده لا هو انت ما عندكش حق انا بقول لك انت ما عندكش حق وانا بقول له لا وانا بقول له انت مش عارف احنا جبناها من تحت احنا انت عارف من تحت فانت هو بيقول لك انا جاي لك عشان انت عارف المشكله دي ازاي وحسنا فيها الاول فانت تروح من دون سؤال بقى حضرتك عارف في شيء 33 دي انا مش عارف هو انا كده من الاخر كده هو انت كده هشتكوا كده في انزل انزل ولا كويس ده بجد عشان زيت ده بالنسبه للزيت وزي ما قلتش حاجه الكابيتي فانت محتاج الزيت اللي عندك يكون الماتيريال اللي فيه ما بتنفعلش مع خش بقى على حته كده حلوه قوي وده كان الدكتور ابراهيم موسى الله يمسيه بالخير ويبارك له وصحته يا رب ربنا يخليك كان بيقول لنا دايما اهتم بعلم الكيميكال فيزيكس قال لكم فالحته دي حلوه شويه كان بيتكلم عنها كتير قوي يعني وانا لو قلت حاجه فالفضل يعود ربنا سبحانه راس المالين في حاجه عندك الزيت يكون مختص بحاجه اسمها الاجنج ريزيستنس ايه الاجنج ريزيستنس دي يعني الزيت ده يكون مقاوم للاكسده دي كارثه بتحصل في الزيت حرفيا كارثه لاني بضطر اعمل عمليه لسه اسمها بايظه هو اسمها فلاشنج وانا قايل لك دي عمليه قذره ايه بقى الاجنج ايه لو يعني ما زيت الاكسده يا عم هو ايه الاكسده الاول ايه فكره الاكسدايزيشن بيتفاعل مع الهواء مع الاكسجين ايش مع الهواء؟ مع الاكسجين. ايه مصدر الاكسجين عندي في السيستم؟ حاجتين؟ هواء ميه. فهمت ليه؟ ان ما ينفعش ادخل ميه. ده دي ميه هتعمل مشكله دلوقتي، بتعمل مشكله كمان ليه؟ ان لو الهواء اللي عندي الاكسجين اللي عندي مصدره في حاجتين مفيش غير يا اما اخش لي عن طريق هواء يا اما اخش لي عن طريق ميه. الهواء مسموح بيه بنسبه معينه، اول ما تتعدى النسبه دي يحصل لي اكسدايزيشن للزيت. ايه البريصه؟ فتحه ال الهواء اللي بيخش منها ويحط منها ميه او يحط ميه عليها والله بتحصل كتير جدا هو حط ميه اصلا على الزيت ده طريقه الطريقه الثانيه مش انت في هواء داخل الهواء ده بيكون محمد بخار الميه المخار بقى ده يحصل ايه؟ تكسر هيتكسر جوه لما يتكسر بقى في ميه في الدايره شكرا انت جبت ميه طب الاكسديشن بيحصل ايه؟ الاكسجين يخش يتحد مع الاوريجنال هيدروكربون مولكيولز اللي هي اسمه ايه؟ مثلثات الكربون يتحدوا مع بعض يروح مكون لي ماده سودا. الزيت حرفيا بيبقى عامل زي الكلاكيع السودا كده. فاول ما تلاقي زيت مسود وكلكيع والكلام ده كده انت خلاص السيستم بتاعك ده هيوقف له شويه محترمين. لان هتعوز تنضف الخزان وتعمل العمليه اللي لسه قايل عليها اسمها فلاشنج. ودي عمليه مكلفه وعمليه قلت لك مش الطف حاجه. تمام؟ دي عمليه الاكسدايزيشن. فالزيت بتاعي بعمل ايه؟ قال لا
انا بحط فيه شويه مواد، وخلي بالك عمليه الاكسيديشن دي مش دايما بتحصل طالما عندك اكسجين وكربون. لا لا لا، ممكن في اكسجين وكربون ما يتعجبوش مع بعض، لازم يكون في عامل حفاز هو اللي بيخلي العمليه دي تشتغل. ايه اللي بيحصل؟ انا بحط في الزيت اللي عندي شويه مواد، شويه مواد تثبط دور العامل الحفاز، تقلل منه، مش هشغلها دلوقتي. فلو حصل اكسيديشن تشك في ثلاث حاجات دلوقتي، مش حاجتين، اما دخول هواء عن طريق دخول اكسجين في الميه، او دخول اكسجين من الهواء، او ان الزيت نفسه فقد المواد اللي بتقلل دور العامل الحفاز. اعرف ده كله منين؟ تحليل. التحليل بيقول لي كل حاجه. قلنا كلاكيع السود. عارف ليه؟ ما انا بقولك بيسود، بقوله بيسود حرفيا، كلاكيع سودا، الزيت بيتحول كده. لا لا، الاكسده باينه جدا، ده اكتر حاجه باينه. في التانك، وبعدين مش تانك، انت اخدت حاجه في التانك اللي اسمها الانديكيتور. بيبقى في ببص كده منصوب صغير قد ايه، في نفس الوقت بعرف منه الزيت ده عمل ايه. تمام؟ خلي بالك ده كل اللي انا بقوله ده بيقلل من الكفاءة. من كفاءة البمب. في بقى حاجة أنا عايز أقولها بخصوص أنت قلتها لي وبرافو عليك. قال لي أصلاً في زيوت بيبقى فيها مية. صح ولا لا؟ آه طبعاً. ده أنا عايز أقول لك إن أنا ممكن أشتغل هيدروليك بالمية. في لحد الآن آلات بتشغل هيدروليك مية مش زيت. بس أنا ما ببقاش محتاج الخصائص اللي أنا سأل عليها من شوية. ما عنديش فليكشن، ما عنديش، مش محتاج دمبنج، مش محتاج فممكن اشتغل في اصلا زيوت اسمها مستحلبات الزيت في الماء، مستحلبات الماء في الزيت ممكن اشتغل فيها عادي. هو الزيت ده مخصص لكده، لكن انا بتكلم عن زيت المعدات الصناعيه. لا ده زيت ما بيهزرش. خش على مشكله الميه، لو في زيت ميه عندي في قلب الزيت، بس دي شوائب يعني، مش مكتوب حاجه من هول خالص. انا ممكن اقول لكم برده عشان تبقى انت بس مش هتبقى حاجه. خلينا نتكلم عن ما كمان دقيقتين بس. خليني اقول لك على الاير سبريشن، اللي هو الخاصيه دي. ايه خاصيه الاير سبريشن؟ الاير سبريشن ده اي زيت عندي لما بيجي يتعمل سواء موبل او ريكسوس او اي حاجه، الزيت اللي عندي ده بتقول لك ايه؟ الزيت ده فيه خاصيه اسمها الاير سبريشن ابيليتي او كابابيليتي، يعني هي خاصيه الفصل عن الهواء، بيقدر ينفصل عن الهواء بكل سهوله. ازاي؟ بضيف بعض المواد اقدر احسن من الخاصيه دي اسمها الهيموتوز، بتضاف للزيت يخليه يقدر ينفصل عن الهواء. فلما يقدر ينفصل عن الهواء، مش انا عارف ان كثافه الزيت اقل من كثافه الهواء، يطلع لي فوق في التانك واللي هو انا اسف دخلت في الميه. دخلت في الميه. طب لو ميه، خلينا نتكلم عن نقطه الميه بقى، مش عن الميه. خاصيه فصل الزيت عن الماء، مش الميه كثافته قليله، الزيت كثافته قليله يطلع فوق، فالميه تبقى تحت. دي برضه نفس الكلام، بضيف بعض المواد تحسن الخاصيه دي، فالميه تحت. فبتلاقي حاجه هنا تحت كده اسمها الدريلر، بتروح تقيس عليها بس كده تلاقي راح منزلها لك ميه. فاول ما تيجي تلاقي عليك بنزل زيت، خلاص بقى كده بقى الدنيا. لا انت كده الميه فضيت الحمد لله. هفتح باصبعي ولا بلبس جلوفز؟ بلبس جلوفز. بعدين سنة أولي حاجات لونين، ربنا ربوي بقى تروح كده. فلازم بجلوبس. فأنا لو جلعش. فدي مثلا بيقول عليها الديموريسيفاينج أبيليتي، يعني خاصية فصل أو قدرة الزيت على فصل الماء. طب قدرة الزيت على فصل الهواء، الزيت بيبقى عنده قدرة على نفس الهواء، والهواء يطلع فوق عادي خالص، فيطلع من خلال فتحة الإمبريشن. لو تسدد دي كارثة، لو فتحت الاير بريسر دي تسدد دي كارثة، بتحصل كتير جدا. الفلتر اتسدد عايز اتغير، روح تشك عليه. طب اعرف منين؟ من عداد الضغط. لو عداد الضغط قل السالب شويه، ده معناه ان الضغط هنا بيهزر كده، في هواء ضغط او الضغط قل، تعرف من خلالها يعني. تمام؟ ده بالنسبه للديموريسيفاينج. اخر حاجه ده الفلترابيليتي. بناء على الفلترابيليتي هي قدره الزيت على التنقيه، ان هو يتنقى. ممكن اصلا الزيت نفسه يكون فيه مواد تخليه يتفاعل مع الفلتر، وانت مش جايب فلتر، فممكن الزيت يتفاعل مع الفلتر. لو اتفاعل مع الفلتر، الفلتر يضرب يبوظ ما ينقيش، بقى فيه شوائب، فالزيت يحتوي على شوائب، بتحصل كارثه. انت متخيل انا بقوله؟ في خواص ثانيه كتير بس انا هكتفي بدول. عندك خاصيات، خواص زي البول بوينت، خدت البول بوينت في الفلاشنج بوينت، خدت الكلام ده حرفيا. الزيت بيعمل ده، ممكن تلاقي الزيت بيقيد شراره في قلب التانك. بيولع ده بجد، تلاقي بيقيد شراره، مش بيولع، لا لا، بيقيد شراره كده، تلاقي حتت زي البرق في التانك. في حاجه اسمها التوكسيسيتي، السميه، ان انا ممكن اقدر احسن من المينرال اويل عن طريق ان انا اقلل سميته شويه، بس دي مش قوي يعني، بقللها شويه.
حتى عنده صوره في الكلام ده. اخر حاجه مش هنكمل مع بعض تلت ساعه وتمشي تلت ساعه برضه, هي اسمها الكونتامينيشن. ودي حاجه بقى مهمه جدا عشان هي اللي من خلالها اقدر احدد الزيت ده صالح ولا مش صالح, ونقاوه الزيت ده هل الزيت ده نقي كفايه ولا مش نقي. انا عامل لك شوائب 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 شوائب. تعال ناخد الكونتامينيشن اللي بتقول ايه. هلا انا اعمل لك انا ممكن ابعت لكم البتاع دوت وتسرش على كل حاجه فيه عادي. ماشي اعمل لكم PDF وابعته لكم وسرشوا انتوا براحتكم. بقول لك كمان على مصدر الكونتامينيشن معناها شوائب. شوائب ممكن تكون ثلاث حاجات لسه قايل الكلام ده, ممكن تكون ليكويد, ممكن تكون جاسز, ممكن تكون سوليد. هبدا بالاخر, هبدا بالسوليد. السوليد اللي عندي ممكن يكون حاجه من الاثنين, لا اما يكون حاجه بقول عليها سليت تكتب لك كده, لا اما يكون حاجه اسمها شيبس. ايه السليت ده؟ بقول لك دي شوائب حجمها من زيرو لحد 5 مايكرو. اكسبتبل بالنسبه لي؟ لا, مفيش حاجه اكسبتبل بالنسبه لي الا بعض ها هقول لك عليها دلوقتي. بس من زيرو 5 مايكرو, 5 مايكرو ده رقم برضه. انا بقول لك الخلوص بيوصل لحد 2 مايكرو و1 مايكرو. فانت لو حطيت لي 5 مايكرو هتقول لك الفان, لو انت جايب رام بام هتحتك ما بين الترسانة وبيلف ويعشاه بعد ما كانت ترومبا وقفت. الموتور شغال والترومبا وقفت, ايه اللي يحصل على طول؟ الموتور شغال بس الترومبا واقفه. الموتور يتحرق. ايه اللي يحصل؟ جدع مين قال هندسه برنس؟ قال لي الكابلنج اتكسر. هو ايه لازمه الكابلنج؟ بيوصل ما بين ده وده عشان لو لا قدر الله حصل مشكله الكابلنج اللي يطل عندي اروح الكابلنج اروح سرش عنها. انت هتروح سرش كده عن مسميات كتير, خلي بالك بغض النظر عن الزيت. مصطلح كابلنج بيرنج ما بين الشافت بتاع الموتور والشافت بتاع البامب, يبقى موصل كده يروح هو المكسور. يلا المشروع بتاعنا اللي موجود في جوه القلب بتاعك ده في كابلنج انا عامله مرمى خراب موصل بمسمارين كده عشان احنا مش عاملين ستاند. طيب لو الكابلنج ما اتكسرش ايه اللي يحصل؟ الموتور يتحرق. ما دماغش عارف يعني الموتور يتحرق؟ تطلع كده تقول الموتور اتحرق. طب المفروض ده روح وشايله عليك الاول بقى, فدي مشكله. فانا بالنسبه لي كانت زي كده مين المهندس بيشيلها مثلا يكون عامل الغلطه في زي كده؟ مين المسؤول؟ المهندس بس هو شكل كذا حاجه ما كانش مثلا مين المسؤول؟ مين المسؤول عليه؟ صبرني كويس. هو انت طالع مش المسؤول عليه, هو اللي قال لك انا اترفض. انت لو انت بتتكلم عن مدير صيانه يعني هو كله بيتشد عامل زي الكيش كده كله بيتشد. بس انا هشد من شد المدير, مدير الصيانه ولا المدير شد اللي لسه متعلم. روح ساكت هو شباب روح ساكت بقى. فانت عندك ستيب دي هتنزل خمسه, عندك الشيبس اكبر من خمسه بس اكبر من 5 مايكرو. انت كده داخل في منطقه الخطر يا باشا. اكبر من 5 انت عيد بشكل ثاني. فانت داخل اكبر من 5 فانت كده دي مشكله كبيره. طيب انا في شوائب بالنسبه لي ممكن اقبل بيها وفي شوائب لا. ايه الحاجه اللي انا اقبل بيها؟ الحاجه الطبيعيه اللي انا ماليش دخل فيها. زي ايه؟ مثلا لسه قايل من شويه في الرسمه كنت لسه راسمها هنا, قلت لك ان المعدن لما شكله عامل كده السطح بتاع المعادن او الفان بامب مثلا بتتحرك بتروح كانسه معاه شويه في السكه. فكل مقدورين عليهم انا ماليش دخل فيهم, هاي لغايه تروحوا في الفلتر هاي بتوصلوا في الفلتر وبغير الفلتر عادي. دي مثلا حاجه ممكن ما اقدرش اتحكم فيها زي الخلوص ما بين الخلوص. وانت مثلا عندك سلندر بتتحرك لاعلى ولا اسفل, مش في كاوتش بتتحرك وسيلات وحاجات زي كده ممكن تحب تاخد معاها شويه شويه. ده كل ده عادي. الزيت نفسه يفقد خواص فيه فتلاقيه اتحول لشائب. يبقى في شائبه شائب من الزيت يعني شائبه صغيره جدا ما بتتشافش خالص. بعرف كده تمسك شويه زيت في ايدك كده وتعمل ده مش مفيش الكلام ده. اما بقى الشوائب الثانيه اللي انا لا ما بسمحش بيها ايه هي؟ الشوائب الناتجه عن العمل البشري ودي اكتر. زي ايه؟ تخيل حضرتك وانت جاي بتملى زيت للتانك, حد عارف بيملى زيت للتانك ازاي؟ من فتحه التريلر. بص بقى بقى يعمل ايه؟ يروح فاتح الكاب اللي هو اصلا ما ينفعش يتقفل. بالمناسبه الكمبريسر ده ما ينفعش يتقفل. وبيقول لي بروح صابب زيت. هو ما بيفتحش حاجه وده موجود اصلا ما بيصب. بس للاسف اللي عامل بيصب الزيت بينزل واحده واحده.
انت قاعد مشغل فلتر الاول فبينزل ببطء فتاول بتاع حوالي تلت ساعه عشان يفضي. فهو يعمل ايه؟ شيل الفلتر بنحط. انت متخيل لو الفرحه كده يمسح ايديه عشان يدي اياك اصلا منه الاويل دلوقتي لو اللي هو هيتسمم خلاص كمان سنتين هيموت ويعمل كده بقى. تصور جرب والله بيقول بلاوي. فلا الموضوع مش كده. بتقعد شويه وصمصوله وراحه يا باشا. فدي كارثه. الكارثه الثانيه انت خدت في الجير بامب وانت تكون عارف يعني الجير بامب لما بتيجي الكيسنج بتاعها هيبوظ يروح عليه الحوض يتاكل. لا بنعمل ايه؟ المنطق مغيرات. لا الحوض بتاع البامب مش انت عارف الجير بامب عامل ايه؟ انا مش عارف نعمل اي كلام ماشي عشان مش عارف تستلسل تبوظ. فين فتحه الطرد وفتحه السحب الاول؟ تحت الطرد بتبقى الصغيره والسحب بقى الكبير. دي الصح صح وده الطرد. برافو عليك. هي دي من ضمن حاجات لما بنفك اصلا بنبقى عارفين اركب البومب ازاي. انت ممكن تيجي تركبها كده العكس فتلاقي الواد بيسحب مش متقصر مفيش زيت فوقه بس مش متقصر الحمل على الدم سواء الكل. فلازم تبقى عارف التركيب ازاي. طيب هنا الضغط بقى عالي ولا قليل؟ عالي. وهنا الضغط بقى قليل ساعات بيحصل تشفيت ده ضغط قليل وضغط عالي يروح زائد الجير بامب اللي فوق شويه. اوعى تفتكر اللي فوق شويه يعني بيزقها ملز ده بالمايكرو بالمايكرو. فبتلاقي دي التاكل من هنا كده. التاكل ده ممكن يبقى اكسبتبل بالنسبه لي لو ما عداش الربع. يعني طول ما انت في الربع هنا كده ما تجيش هنا كده. لو جيت هنا كده ده كده خلاص يا باشا الهاوسنج كله يتغير. الصناعيه بتعمل ايه او الفنيين او المهندسين او مصر كلها بتعمل ايه؟ اه ده الهاوسنج نروح نوديه لواحد نحشيه نعمل له حشوه نحاس ونخرطه ونستخدمه. هيشتغل بيشتغل بس بدل ما انت كنت هتغير الطريق كلها كده هتغير ويبقى لك الدائره شوائب لان النحاس بيتاكل بسهوله جدا طري بيتاكل بسهوله ونحاس. انت عارف الترمبات كلها بتتصنع من الهاوسنج بتتصنع الترمبات من الصلب او الالمونيوم. الصلب احسن بس اغلى فياكل النحاس فتملى الدائره كلها شوائب وممكن الدائره كلها تبوظ. بدل ما كنت عايز تغير ده انت اصبحت بتغير البامب وتغير الهاوس البوست بتاعتك الخراطيم وتغير الفلاتر عشان باظت والتانك ممكن يبوظ بلاوي. فدي يا باشا بص الكونتامينيشن ممكن يوصلني لايه؟ شوائب ممكن تكسر من دي كده لو البامب بتتكسر والبامب بتتغير كلها. لو بيستم بامب هي قدرتها اعلى بس يعني بامب الكريتيكاليتي بتاعتها عاليه جدا لانها غاليه جدا. البيستون بامب الاي في بي هو غاليه جدا. ده نوع بامب بتاعهم دلوقتي. النوع التاني من الشوائب بنقول عليه. طب استنى قبل ما اقلب بقى عشان عايز احدد مقدار الشوائب ده اكسبتبل بالنسبه لي ولا لا واقول لك درجه المقاومه بتاعت الشوائب دي كويسه ولا لا بحددها بناء عليه. حاجه اسمها الكلينلس ستاندرد. كلينلس كل اللي بتعمله ده الاتي ان انت لما بتودي الزيت بتاعك تحلل واقول لك ازاي هيجي لك رقم مكتوب حاجه من الاثنين يا اما جاي لك بناء على تصنيف اسمه ايزو 4406 تقريبا يا اما بيجي لك بناء على تصنيف حاجه اسمها الناس ده تصنيف للكنيس مقدار نقاوة الزيت اللي عندك ده تصنيف لمقدار نقاوة الزيت اللي عندك ده رنك الناس دي بتوصل حاجة اسمها ناشونال سبيس ستاندرد ناشونال سبيس ستاندرد اتكلمنا على الايزو. الايزو لما بيجي يقول لك نقاوة الزيت بيحددك ازاي بيديك ثلاث ارقام جنب بعض على سبيل المثال 19 13 7 او 14 7 ساعات او 14 كذا رقم اقول لك ازاي تعرفه دلوقتي. الرقم ده معناه ايه؟ ده كود بقدر من خلاله احدد الزيت اللي عندك درجه مقاومته قد ايه؟ بخش على 19 ده هو بيكون كاتب لك في الكتاب ان 19 دوت ده معناه عدد الشوائب اللي اكبر من 4 مايكرو مثلا. طب ال 13 ده عدد الشوائب اللي اكبر من اي رقم بقى كذا مايكرو مثلا. ال 17 ده عدد الشوائب اللي اكبر من كذا مايكرو مثلا دي ارقام ثابته. تمام؟ وبنروح مديك جدول تاني، جدول الأربعة وجدول الرقم ده، يقول لك ده من 5000 لحد 2500. يعني في من 2500 شائبة لحد 5000 شائبة أكبر من 4 مايكرو. طب الرقم اللي هنا مثلا 5 مايكرو أو 8 مايكرو، يقول لك في
من 340 او من 640 320 رقم لو كنا كده اكبر من كذا مريض. ده رقم كود، ده رقم ما بعبرليش عن حاجه. كود بيعبر لي عن الارقام دي اللي هو مثلا دي 4 ودي 8 مثلا ودي 20. فهو انا بقول لك كده ان انت عندك من 2500 ل 5000 شائبه اكبر من 4 مريض. طب هنا مش عارف من 320 ل 640 شائبه اكبر من 8 مايكرو. اكسبت ايه؟ كشكل 14 شائبه اشكال مختلفه ولا؟ هي الاشكال مش هتفرق معايا، المهم الشائبه. هو انا هعمل الشائبه قد ايه؟ 100% يعني؟ ايه؟ 4000 رقم ده يوصل فيه كبير؟ اه عدد الشوائب، العدد اللي عندك اكبر من 4 مايكرو. عندك ما بقول لك عندك من 2500 ل 5000 شائبه. ده عدد. العدد من 4. العدد ده بالنسبه لحجم العينه اللي انت باعتها له؟ وانت لما بتروح تحلل الدم بيقول لك انت الدم اللي انت جبته لي ده بس هو اللي فيه انيميا، لكن بقيه الدم ما اعرفش ولا ده هو بمثابه جزء من الكل. جزء من الكل. خلي بالك الدم في جسم الانسان زي الزيت في الدايره الالكوليك. ايوه. وعندك البمب القلب ما تهزرش، هو كله زي بعضه. قلبك بمب تحت الليتر التجاري كده. طيب الناس بقى مصر الناس قال لك ايه؟ قال لك يا عم حاجه نقرا الكيلو بتاعت ارقام وطورها وتروح تدور هنا ده في كام شايفه اكبر ده اقل وده حوار. خلي بالك صح ولا ايه؟ قال لك هنعمل ايه؟ قال لك انا هديك الناس وجنبها رقم. طب انا اسال سؤال اول، هو كل ما الارقام دي قلت كل ما معناه ما عادش حصل ايه؟ قلت يعني نقاط الزيت عاليه. طب تعالى هنا كده الناس اللي جنبها الرقم دي ممكن اقول لك دي ناس 10 اللي بنستخدم زيت الايكويت او ناس 8 او ناس 12 او 11. بيقول لك ان العدد اللي جنب الناس ده بيحدد لك الشوائب اللي عندك مقدارها قد ايه. ده كود بيحدد مقدار الشوائب، يعني مش العدد مش 10 شوائب، كود بيحدد مقدار الشوائب. يبقى كل ما الناس قلت كل ما كان ايه؟ الزيت افضل. يعني الزيت بالنسبه لي كويس، واوريك دلوقتي بيديك لك الناس 8 ديت جنبها ايه؟ هل بيديك اليرت جنبها؟ يعني في مشكله ولا تمام؟ لو قال لك ناس 20 ده الزيت بتاعك كده مشكله؟ ده انت كده الشوائب كترت محتاج اتغير على طول. طب السؤال هنا انا عايز اعرف الشوائب دي جت انا غيرت الزيت وحليت المشكله، بس انت حليت مشكله سطحيه، انا لازم اعرف الشوائب دي جت منين صح ولا ايه؟ اروح اشوف بقى جت منين. ما تروحش انا بتاع التحليل بقول لك المشكله دي جت منين، بقول لك ان الشوائب الموجوده ديت معظمها نحاس. طب طالما معظمها نحاس اعمل ايه؟ بيديك تحت كده وورنينج او كويشن، يروح لك روح شوف الاجزاء اللي في البامب اللي عندك اللي فيها نحاس زي وزي وزي وزي، فاروح اشيك عليهم عشان احل المشكله من جسمها اللي هو المبدا ده. ها اي حاجه اي نوع عنصر اتفضل. ما هو انت ما انا والهيدروليك ما انا بقول لك ما بيتحلش في ثانيه، لو انت عندك خبره تحله في ثانيه. طب انت عندك علم لما تاخد الخبره تاخدها في الجيم والله. معلش بس دلوقتي هو الفني يبقى عنده خبره في الكلام ده؟ لا 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 ما عندوش خبره. هو جاي مش كده كلها الفني عنده خبره بس ما عندوش نولج. انا اسف النولج اللي هو دي مش عنده، هو عنده مثلا لو اتمرن سباق ثاني. لا 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 مين الكلام ده يا عم؟ مفيش الكلام ده. الفني عارف ان المكنه صوتها عالي ما يعني عن سباق والله عادي، لكن انت كمهندس هو ما يعرفش ان عمر المكنه بتقل. انت لو اتكلمت بالمصطلح ده يعني ايه عمر المكنه يا بيه؟ فانت لازم يكون عندك دي، لان الهدف في الاخر ان انت تشغل المصنع عندك اطول فتره زمنيه ممكنه بدون مشاكل، ولازم تتعامل مع المكنه او المصنع بتاعك بمبدا اسمه الار سي ام. الار سي ام اللي هو بيقول عليه ريبيرتي سنتر مينتنس، ده احدى طرق الصيانه. ما تعملش بمبدا الار مش حاجه كده. قصدك ممكن اقول لك ايه افضل الشركات في صناعه الزيت؟ مفيش احسن من مصر زي كل معده وليها معده زيت وليها معده زيت خاص بيها. مش بره في الصناعه. لا 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 مش لاب ده، حتى اللابات كل لاب ليه الصوت. يعني انت دلوقتي انا عايز اشتري لاب بس هقول لك وقف الفيديو، انا ما بقولش حاجه مهمه. يعني في ناس 8 يكافئها يعني عايز كام؟ يعني لما اقول لك المعده دي تشتغل بناس 8 بيحدد لي البامب، والبامب دي تشتغل عند ناس 8 كلين ستاد الزيت يكون 8 درجه النقاوه 8. افرض انا مش عندي الزيت مش مكتوب عليه 8 مكتوب عليه الرقم ده ايسو بعد 2006 اقدر احول الاثنين؟ اه في جدول بيحول الاثنين الجدول اهو.
خلاص احنا قاعدين ساعه بس قعدت منهم 10 دقايق تقريبا راحتك دي بس التدريبات بشكل اساسي عن الميه. لو الزيت اصلا ما فيهوش الخاصيه دي انا ببعته لمكان تاني اسمه جهاز بيعمل حاجه اسمها الاويل سيبريتور، الاويل ووتر سيبريتور، غالي جدا عشان افصل ايه ميه، مش عشان تفصل لي عنصر زي الكالسيوم او عنصر زي الكبر او الكلام ده، غالي جدا. ده انا ممكن لما بتيجي انت كمهندس وجاي بتحسب بتشوف الحسبتين، هل لو انا رحت عملت اويل ووتر سيبريشن هيبقى اغلى وهيديني نفس الفعاليه ولا لو اشتريته؟ يا عم اشتريه يا عم، اللتر ب 50 جنيه هو كان ب 20 جنيه اصلا بس مع الزياده هو 50، وفي لتر بيوصل 90 جنيه، في لتر في الجير بوكس بيوصل لحد 200 و300 جنيه فاهم؟ فمش سهل حوار ان نفصل حاجه عن حاجه، مش سهل ان نفصل ده عن ده، ده معامله معقده. طيب الووتر بقى انا قلت لك حاجه من البدايه، لما الصنايعي يحط زيتين على بعض، لما الصنايعي يحط ميه، حط ميه الزيت يطحن، زيت يطحن يعني انت بقى عندك ميه، اول ما تشوف ان في ميه الروت كوز انا اسال ايه، روح شوف الميه جت لك منين، واحنا سالين الميه تيجي منين من شويه، ليه سالك شوف الميه جت منين؟ طيب لو في ميه في قلب الدايره ايه اللي يحصل؟ صدق ما فيش لزوجه، اللزوجه قلت، طب بعد كده المكونات بتاعت تصدي، فلما المكونات تصدي ممكن يحصل استك، فاللي يبقى اسهل للتاكل والنات تكون شوائب الايه؟ جدع خدت حاجه في الفلويد السنه ثانيه ميكانيكا، قال لك ان انت عندك حاجه اسمها الكومبريسيبيليتي، الكومبريسيبيليتي بتاعت الزيت مختلفه عن الكومبريسيبيليتي بتاعت الميه، فلو الضغطيه اتغيرت، ما انا قلت لك دي حاجات خصوصا انا بخصوص الزيت اصلا، لو الضغطيه اختلفت كارثه برضه ثانيه تمام. اخر حاجه هي ان يكون عندك هواء، واحنا اتكلمنا على هواء، قلت لك لا اما ليكويد لا اما سوليد لا اما جاز، جاز يكون عندك هواء، والهواء لو بقى عندك في الدايره هيعمل لي حاجه اسمها اوكسيدايزيشن، ولو في اوكسيدايزيشن دي اكسده دي كارثه. اناليسيس للزيت وازاي بقى نقرا الزيت وتمشي على طول ماشي. انا كنت اتمنى يكون الباور بوينت شغال عشان تبقى شايفه على السبوره، بس للاسف يعني هو مش موجود. انا هوريك تحليل زيت من شركه موبيل، بس انا هشرح وهتكلم يعني، بس اقفل الكاميرا بقى عشان ابقى عاوز